مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله ومساء الفل على حضراتكم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. الف مبروك على نتيجه مباراه امبارح، مباراه الاهلي وطنطا، 5 اهداف نظيفه، اهداف كانت ملعوبه، اهداف جميله جدا. النجم الكبير كهربا بيحرز هدفين، مروان بيواصل احرازه للاهداف واستعاده ذاكره الاهداف، ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشبه مروان ان شاء الله دايما كده. ألف مبروك مرة ثانية. تصدر النادي الأهلي كالعادة لقائمة جدول الدوري العام برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، لسه له كمان مباراتين مؤجلتين، يعني ده هيكون حديثنا النهاردة. هنتكلم كمان عن صفقات النادي الأهلي الجديدة، أو صفقة النادي الأهلي الجديدة، أليو بادجي النجم السنغالي الجديد للنادي الأهلي، هنتكلم عليه، هيكون ضيفنا النهاردة النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الأهلي، الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيدلة. شرفني بعد ما أقول لحضراتكم الأخبار. الأهلي بيتعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف. أمير توفيق أعلن عن هذه الصفقة النهاردة. إن شاء الله اللاعب هيكون متواجد النهاردة في القاهرة، وإن شاء الله ينتظم في التدريبات تمهيدا لمشاركته في المباريات. ده إعلان النادي الأهلي عن أليو بادجي نجم السنغالي، 22 سنة، إن شاء الله في أكتوبر اللي جاي يكون عنده 23 سنة، مواليد 10 أكتوبر 1997، 1.89 متر، ما شاء الله، يعني ستايل مهاجم إن شاء الله يكون يعني عنده حسن ظننا كجماهير أهلوية. لاعب شارك، أقول لكم نبذة مختصرة كده عنه بسرعة، شارك مع منتخب السنغال تحت 20 سنة في 5 مباريات بأمم أفريقيا لأقل من 20 سنة عام 2017، سجل هدف وحيد، أيضا شارك مع منتخب بلاده للشباب في 4 مباريات، شارك مع فريقه السويدي في 54 مباراة سجل خلالهم 15 هدف وصنع 4 أهداف، أيضا مع فريقه تحت 21 سنة وكان هداف الفرقة 16 مباراة منهم 16 هدف وصنع 3 أهداف، دي أهداف أليو بادجي. شارك مع فريقه المنتقل منه حديثا النادي الأهلي فيينا، رابيد فيينا، شارك في 16 مباراة بواقع 762 دقيقة، أحرز خلهم 3 أهداف وصنع هدف. ده النجم أليو بادجي، النجم السنغالي المنتقل لصفوف النادي الأهلي. ألقابه كأس السويد وهداف الدوري السويدي الأقل من 21 سنة موسم 2016-2017. قدام حضراتكم النجم أليو بادجي، وده فيديو لأهدافه، أو يعني بعض أهدافه، أكيد يعني مش هنجمع كل أهدافه. النجم اللي قدام حضراتكم المنتقل من فريق رابيد فيينا، زي ما قلت لحضراتكم فريقه والنادي الكبير نادي فيينا كان قال في تصريحات ان هو مش هيقدر يعني يقف قدام رغبته في الانتقال للنادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي نادي كبير جدا، نادي معروف جدا في افريقيا، او يتصدر كمان افريقيا على راس الفرق الافريقيه، تاريخه كبير جدا. ده كان الكلام المختصر اللي قالوه المدير الرياضي للنادي فيينا النمساوي، كان كلامه ان مش هيقدر يقف قدام رغبه اللاعب في انتقال النادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي نادي كبير وعريق في افريقيا، وقدم عرض كويس كمان لهذا النجم، عنده طموحات كبيره جدا، كان رافض يقعد يعني بديل لمهاجم الفرق الاساسي، اعتقد ان هو كان مهاجم ياباني، يعني ان شاء الله يكون عنده مستقبل كبير مع النادي الاهلي، وعنده طموحات كبيره يحققها مع النادي الاهلي. ان شاء الله يكون متواجد النهارده مع امير، ان شاء الله يكون متواجد في المران استعدادا لمشاركته حسب رؤيه المدير الفني رينيه فاير، المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. ان شاء الله نتكلم كمان مع كابتن رمضان السيد لما شرفني بعد الاخبار عن هذا النجم اللي بينتظر مستقبل باهر ان شاء الله مع النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم عن مواجهه المقاولين في سباق الدوري بعد مواجهه طنطا. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني اختصارا للكلام قال ان احنا بنقفل خلاص مباراه طنطا، بنقفل كمان النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي 5 اهداف، وهنقفل كل الكلام عن هذه المباراه، وبنستعد بشكل كبير جدا لمباراه المقاولين العرب، مباراه مهمه جدا جدا، خصوصا مع النجم الكبير عماد النحاس اللي محقق نتائج ولا اروع مع نادي المقاولين، حطه في مكانه تليق بنادي المقاولين، عشان كده المباراه هتكون كبيره وتكون يعني مش سهله على الفرقتين. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ اكد وقال ان النادي الاهلي دايما قدامه خيار واحد بس، هو خيار المكسب وخيار الـ3 نقاط، وده طموح النادي الاهلي الدائم وطموح جماهيره.
قال كمان ان مباراه المقاولين هتكون بروفه قويه جدا استعدادا لمباراه النجم الساحلي اللي ما يعني ما اتكلمش فيها دلوقتي. قال خلينا نتكلم عن مباراه المقاولين، لكن هتكون مباراه مهمه وبروفه مهمه جدا ومباراه قويه استعدادا لمباراه النجم الساحلي الهامه جدا 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 جدا. نحط جدا دي تحتيها مليون شرطه، بس كلنا بنراهن على رجاله النادي الاهلي، كلنا بنراهن على جهاز النادي الاهلي، كلنا بنراهن على جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يكون عند حسن ظننا جميعا. الجهاز الفني، الخبر اللي دايما بنتكلم معاه معايا على مع حضراتكم، الخبر اللي دايما الجهاز الفني بقياده فايلر بيكرره على اذهاننا، الجهاز الفني بيشاهد مباراه المقاولون. اعتدنا ان احنا بنسمع هذا الخبر، الجهاز الفني بيشاهد المباراه اللي احنا هنلعبها، وده طبعا ظاهره صحيه جدا واتكلمنا فيها كتير جدا جدا. بيشوف الفريق، بيشوف مبارياته بتركيز قوي بقى، بيوري اللعيبه نقاط القوه نقاط الضعف، هنتكلم نهاجم من فين، هندافع من فين، يعني حاجات كتير جدا بيشوفها فايلر مع اللاعبين، وكمان هو بيشوف النقاط اللي هيركز عليها كمدير فني. مباراة تكون في الجوله ال 14 زي ما قلت لحضراتكم، الاهلي بيتصدر المسابقه برصيد 33 نقطه ما شاء الله من 11 مباراه، علامه الكامله للنادي الاهلي. فحص ثلاثي او فحص طبي لثلاثي النادي الاهلي حسام عاشور وشريف اكرامي ومحمود متولي. محمود متولي اللي شفناه كان اشتكى او خرج من مباراه طنطا، كان كدمه بقى في الركبه، كان اجهاد في السمانه، لكن محمود متولي الحمد لله خلاص رجع التمرينات. كان في فحص قبل المران مع شريف اكرامي ومع حسام عاشور. شريف كان بيشتكي من اجهاد في السمانه، وحسام عاشور كان بيشتكي من اجهاد في الضمه. ان شاء الله ينتظموا بسرعه جدا. محمود متولي خلاص انتظم في مران اليوم، هيكون معانا او هنحاول نجيب فاروق صلاح عشان يطمنا على مران اليوم واللي حصل فيه. كمان فايلر بيطمن على ديانج، اليو ديانج ديفندر الفريق اللي ما شاء الله يعني اقنعنا بمستواه، واللي احنا بدانا نخاف كده لما بيحصل له حاجه مع كل لاعبي النادي الاهلي في هذا المكان. مكان الديفندر مكان مهم جدا لاي فريق، خصوصا النادي الاهلي. اليو ديانج ديفندر عصري، يعني بتشوفه بيدافع بيهاجم بيعمل الكروس باس بيعمل الثرو باس بيشوط بيلعب بدماغه كويس قوي ما شاء الله. قلب الاسد يعني، ان شاء الله يكون امتداد لكل الديفندرات الرجاله جدا اللي كانوا في النادي الاهلي. فايلر اطمن من سامي قمصان او عن طريق تقرير قدمه سامي قمصان اللي شاهد مشاركه ديانج في المران كامل قبل الدفع به في التدريبات الجماعيه المقبله باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم متولي بيشارك خلاص في المران الجماعي النادي الاهلي بعد ما خرج متاثر باصابته كانت في اعتقد كانت في الركبه. ان شاء الله يكون خف تماما، وان شاء الله متولي طبعا لعيب مهم جدا، كل اللعيبه مهمه جدا، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه يا سعد، يعني بمناسبه ان احنا شايفينه قدامنا على الشاشه. كان في مران خفيف للمشاركين في مباراه طنطا، طبعا ده طبيعي جدا، وكان طبعا تمرينه اساسيه او تمرينه ثقيله للعيبه اللي كانوا ما شاركوش في هذا اللقاء. شريف اكرامي ايضا بينتظم خلاص في تدريب الحراس مع الشناوي وعلي لطفي وشوبير. الشناوي كان في تدريبات استشفائيه مع المجموعه اللي لعبت المباراه، لكن المجموعه اللي ما لعبتش كان ليهم تمرين ثاني خالص. كرامي قلت لكم كان عنده اجهاد في العضله او عضله السمانه، وخلاص نفذ برنامجه التاهيلي وخلاص في المران الرئيسي. ايضا النجم الكبير وليد سليمان بيشارك في المران الجماعي. وليد سليمان كان غاب للاصابه، ان شاء الله يعني يبقى خلاص تعافى تماما من اصابه السمانه. ايه موضوع السمانه ده يا جماعه؟ ان شاء الله يرجع، او رجع خلاص ان شاء الله يعني يرجع بصورته الفنيه اللي سبناه عليها، وكان ما شاء الله بيحرز هدف كل مباراه. ان شاء الله يرجع ويحرز مزيد من الاهداف. النجم كبير وليد سليمان عنده خبرات، عنده روح شباب، هو شاب اصلا لسه، يعني ان شاء الله يكون على المستوى المنتظر. طيب اخد زميل العزيز فاروق صلاح عشان يطمنا على مران النادي الاهلي النهارده. مساء الفل عليك يا فاروق. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، ودايما متالق كده وبتدينا تقرير كافي ووافي. يعني طمنا بقى على مران الاهلي النهارده، اتكلمناه على كل كبيره وصغيره في المران يا فاروق. تمام يا كابتن ميدو. طب خلينا نبدا بالمصابين، يعني برضو من خلال حضرتك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي طبعا بتبقى هي المتنفس لان جماهير النادي الاهلي تطمن على كل لعيبه النادي الاهلي.
سواء المصابين او اللعيبه اللي ان شاء الله يتمنى لهم كل السلامه. من خلال حضرتك كابتن ميدو بنطمن جماهير النادي الاهلي على حاله محمود متولي. محمود متولي طبعا كان خرج امس من في مباراه طنطا للاصابه، لكن النهارده كان موجود مع المجموعه اللي شاركت المجموعه الاساسيه اللي شاركت في اللقاء بالامس وعمل استشفاء، ان شاء الله يكون موجود بكره مع الفريق في المران الجماعي بدون ادنى مشكله، ان شاء الله واحد من اللعيبه الجاهزه ان شاء الله لمباراه المقاولون العرب. ايضا وليد سليمان النهارده وحسام عاشور وشريف اكرامي واليو ديانج شاركوا في المران الجماعي بصوره كامله وصوره تامه، ايضا شاركوا في التقسيم وادوا تقسيم اكثر من رائع. اليو ديانج ما شاء الله وليد سليمان كل اللاعبين ان شاء الله، يعني اللعيبه اللي كانت على الرادار الاصابات النادي الاهلي، لا الحمد لله نطمن جماهير النادي الاهلي ونطمن طمنك كابتن ميدو كلهم شاركوا في المران الجماعي وشاركوا في التقسيمه. ايضا رمضان صبحي ومحاولات مكثفه كابتن ميدو برضو من خلال حضرتك وقناه النادي الاهلي، محاولات مكثفه تبدا مع رمضان صبحي من اجل الحاق بمباراه النجم والمرحله القادمه. يعني النهارده ابدا استكمل برنامجه التاهيلي وجلسه في الجيم ثم الجري حول الملعب، يعني ان شاء الله محاولات بتبذل من اجل ان رمضان يكون موجود ان شاء الله خلال الفتره القادمه، خاصه يعني الفتره القادمه حضرتك يا كابتن عارف مواجهات صعبه اكيد مقاولون والنجم وانبي والهلال، فان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله يعني المحاولات تبذل تكون فيها خير ان شاء الله ويكون موجود في مباراه النجم. جانب المران بقى يا كابتن ميدو زي ما حضرتك عارف ابتدى مستر ريني فايلر بمحاضره للاعبين في منتصف الملعب، اتكلم على الايجابيات اللي شافها للفريق في لقاء طنطا وسريع، انت عارف النادي الاهلي بيقفل الصفحه بيبدا بصفحه جديده سريعه للمباراه مع انتهاء المباراه وفوز الاهلي على طنطا، خلاص الفريق بيقفل بيته صفحه فريق طنطا بيبدا التركيز في مباراه المقاولون. مستر فايلر لا يركز مع اللاعبين على اهميه لقاء المقاولون العرب، يعتبر الفريق اللي بينافس النادي الاهلي على الدوري هذا الموسم صاحب المركز الثاني، فمباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. مستر ريني فايلر اشاد كمان باللاعبين يا كابتن ميدو على الختام، يعني حضرتك واحد من لاعبي النادي الاهلي ان انت تنهي بشكل كويس ده كان مهم جدا، معدل التهديف اللي في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه ده من الامور اللي مستر فايلر ركز عليها مع اللاعبين واشاد بيها جدا للاعبين، واتمنى ان ده يكون نفس السيناريو في مباراه المقاولون ومباراه النجم، فدي من الامور اللي ركز عليها مستر ريني فايلر. ايضا مستر فايلر ركز على تعدد مفاتيح اللعب اللي في النادي الاهلي والمحاور الهجوميه واشاد بالامر والناس اللي عند اللاعبين ان انا ابدا كويس وان انا انهي كويس، ده امر مهم جدا خاصه دي شخصيه الفريق اللي بيدور على بطوله. ايضا بدا الاستعداد لفريق مباراه المقاولون العرب، جمع مباريات الفريق المقاولون العرب الاخيره الوقوف على الايجابيات والسلبيات الخاصه بفريق المقاولون العرب اللي بيقدم موسم اكثر من رائع مع الكابتن عماد النحاس. حاله بقى من الروح المعنويه عند اللاعبين، حاله من الجديه والتركيز عند لاعبي النادي الاهلي، ده عهدنا دايما يا كابتن مينو بلعيبه النادي الاهلي ان انا سريعا بقفل الصفحه ببقى عارفين قيمه المرحله القادمه، واللعيبه الاهلي عايزين يفرحوا كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالدوري ببطوله افريقيا، فاللعيبه كلها لمسه هذا الامر. ايضا الجهاز الفني يعني لامس الشيء دوت وشايف الامر ده عند اللاعبين، يعني الكلام فيه ما بيبقاش كتير لان اللعيبه نفسها لمسه الامر ده، فدي حاله الجديه اللي بنشوفها عند اللاعبين ان شاء الله كابتن ميدو يكون هي ان شاء الله المقياس بتاعنا في الفتره القادمه في الدوري في بطوله افريقيا في الكاس. انا معاك يا كابتن ميدو لو انا بسمعك للاخر يا فاروق. تمام يا كابتن ميدو انا معاك بقى لو في اي استفسار عن المران عن اي الامور برضو من التقسيمه عايز نشيد ان انا زي ما قلت لحضرتك عايز اشيد بالتقسيمه، التقسيمه بحسام عاشور شريف اكرام اللي عودته اعتقد مكسب مهم جدا في حراسه المرمى النهارده شارك مع مصر كان ادى مران اكثر من رائع مع مايكل ميكيل يانكون مدرب حراسه المرمى، ايضا وليد سليمان ودوره القيادي مع لعيبه النادي الاهلي النهارده في المران، حسام عاشور وعودته واحد من كباتن النادي الاهلي، اليو ديانج اللي زي ما قلت ادى تقسيمه اكثر من رائعه النهارده ومطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله اللعيبه المصابين وحاله الاساسيين، وان شاء الله كابتن ميدو نتمنى التوفيق في المرحله القادمه مباراه المقاولون مباراه النجم مباراه انبي مباراه الهلال ان شاء الله يكون فيها التوفيق للنادي الاهلي يا كابتن ميدو. يا رب يا رب. كنت بتكلم مع الساده المشاهدين يا فاروق عن تقسيمه نيفارا النهارده اللي قسم اللعيبه اللي لعبت المباراه كان عندها تمرين واللعيبه اللي ما خدتش المباراه كان عندها تمرين تاني، بيتكلم عن رجوع شريف اكرامي كمان لتدريب حراس المرمى الجماعي.
بالظبط بالظبط يا كابتن ميدو. بص مستر فايلر يعني بيبقى مقسم الامور سواء بين اللاعبين، مش عايز ان اللعيب اللي كان بعيد عن الاصابه يحس ان هو بعيد، ولا يحس ان هو بعيد عن الملعب. المجموعه اللي شاركت في لقاء طنطا بالامس ما اتعملناها استشفاء، المجموعه اللي هي اللي كانت للاصابات، المجموعه اللي ما كانتش بتشارك فتره اخيره اتعمل لها تقسيم بيركز برضه. انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يا كابتن ميدو، ان مستر فايلر النواحي الخططيه والنواحي اللي هي الجمل التكتيكيه ما بتبقاش مقتصره على مجموعه معينه، لا ده على كل الفريق، يعني سواء اللي راجع من الاصابه على طول عشان يبقى في حاله انسجام سريعا. يعني الجمل مثلا اللي اتخذت سواء التركيز على الكرات العرضيه، عمليه التحضير على الكرات الثابته، اللعب من لمسه واحده، الامور دي كلها هي السياق بتاع تمرين الاهلي مع اي مجموعه، يعني سواء المجموعه اللي على مقاعد البدلاء سواء المجموعه الاساسيه. ودي من الامور الايجابيه اللي مستر فايلر يعني يا كابتن ميدو، لعيبه النادي الاهلي لما بينزل لعيب في ارض الملعب ما تحسوش بعيد عن المجموعه اللي جوه الملعب، لا تحس ان الحاله بتدار بترس واحد. دي حقيقة. فدي من الامور اللي مستر فايلر يعني احنا بنشوفها في التمرين، لا يعني ما تقولش ان انا مختص بمجموعة اساسيين، لا كل اللاعبين نفس الجمل، نفس التركيز على الكرات الثابتة، وبدء التحضير لمباراة المقاولون العرب اللي مستر فايلر والكابتن سيد ركز انها تكون ممكن بروفة مصغرة لمباراة النجم الساحلي، ممكن من حيث طريقة اللعب، من حيث قوة فريق المقاولون العرب، نفس القوة تبقى مناسبة شوية لمباراة النجم الساحلي يا كابتن ميدو. أكيد أكيد يا فاروق. كلمنا عن كهربا بقى بعد الهدفين وكان قريب جدا من إحراز هاتريك امبارح. نقدر نقول كهربا يا كابتن ميدو خلاص يعني كهربا مش بعيد على النادي الأهلي، يعني كهربا كان واحد من لاعبي النادي الأهلي وفقد النادي الأهلي، كهربا كان محتاج جدا الهدف ده وربنا كرمه بالهدف بهدفين، كان ممكن يجيب هدف ثالث، وايضا صناعته للهدف مع مروان محسن. بالظبط. حاله الحب بقى يا كابتن ميدو اللي هي دايما يحسها اي لعيب يدخل النادي الاهلي، الاحتواء، لعيبه النادي الاهلي دايما اللعيب اللي بقى جاي جديد اللعيبه بتحتضنه، واحترام الصغير للكبير، فكهربا ما تحسهوش مع لعيبه غريب عن النادي الاهلي، لا في فرحه من لعيب النادي الاهلي بالكهربا وان هو احرز هدفين في الوقت ده. يعني ميدو كابتن ميدو كهربا كان محتاج الهدفين دول جدا. اكيد اكيد. الجهاز الفني ايضا سعيد جدا بالحاله اللي وصل لها كهربا، والهدف طبعا يا كابتن ميدو حضرتك كنت واحد من المهاجمين المميزين، عارف ان الهدف مع الثاني في البدايات بتفرق كتير جدا طبعا وبتدي معنويا كبير، فكهربا النهارده يعني اللي تابع كهربا خلال الفتره اللي فاتت النهارده مختلف تماما، النهارده حاله معنويه عاليه جدا. يعني من وراه عايز لا كهربا بيستعجل بقى المباريات تبقى ورا بعض. بالظبط بالظبط. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ويكون واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي تضيف لتاريخ النادي الاهلي، زي احنا متعودين يا كابتن ميدو اي لاعب بيجي النادي الاهلي بيستفيد وبيكتب تاريخ مع النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيضيف لكل لاعب ودايما كل اللعيبه نتمنى ان يضيف للنادي الاهلي. اكيد يا فاروق دايما مميز، وشكرا جدا على تغطيتك المميزه، يعني اتكلمت في كل ما حدث في المران، اتكلمنا عن نجوم النادي الاهلي اللي كانوا مصابين الحمد لله رجعوا بنسبه كبيره، ان شاء الله كله يرجع ان شاء الله سليم معافى لان احنا محتاجين كل اللاعبين. شكرا جدا زميلي العزيز فاروق صلاح. كنت بتكلم معاه عن كهربا تحديدا، والنهارده كمان في المران كان شكله ايه، هو طبعا وصف حاله كهربا ووصف كمان احتفال كل اللاعبين بكهربا بمناسبه الهدفين، كان قريب جدا ان هو يجيب هاتريك، كان هيبقى حاجه حلوه قوي لو كان جابه، لكن الحمد لله هدفين مميزين جدا، اسيست رائع لمروان، اهداف كانت حلوه قوي بصراحه، يعني كمان ضربه الجزاء كان فيها متابعه من حسين الشحات، متابعه تحسب له طبعا، هدف الشيخ منشن الكرة في على يمين الحارس، اهداف كلها جميله جدا استمتعنا بيها كلنا. بفكركم هو المخرج بتاعنا المخرج الكبير برجاوي بيفكرنا بالاهداف المباراه، حسين الشحات كان الهدف الاول، واحمد الشيخ الهدف الثاني، وكهربا مروان كهربا كان ممكن يجيب هاتريك امبارح، لكن الحمد لله نتيجه مطمئنة جدا 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 بعد مباراة بلاتينيوم اللي احنا ما كناش عارفين اسبابها، لكن انا دايما براهن على انا شخصيا يعني دايما براهن وكل جماهير النادي الاهلي حتى لو كانوا بيتكلموا كده من ورا قلبهم، لكن هم عارفين قيمة لعيبة النادي الاهلي، عارفين يعني ايه اللعيبة، عارفة قيمة القميص بتاع النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي، مقدرين قوي قوي اللعيبة ان في وراهم جماهير كبيرة جدا
نفسهم يفرحوهم، فاوعوا اوعوا تصدقوا اي حد يقول لكم ان اللعيبه دي بتاثر، اوعوا، لان مفيش لعيب في النادي الاهلي بياثر. بتشوفوا الماتش اللي فات ماتش بلاتينيوم 9 لعيبه بره الفورمه خالص، فده مش تقصير خالص يا جماعه، مش تقصير خالص. كله بيبقى عايز يقول احنا موجودين، كله عايز يفرح جماهير النادي الاهلي، كله عايز يعمل لنفسه كمان انجاز، وعايزين يقولوا ان احنا فعلا نستحق ان احنا نمثل النادي الاهلي، وهم فعلا يستحقوا ان هم يمثلوا النادي الاهلي ايا كان مين اللي بيلعب ومين اللي ما بيلعبش. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه اللي جايه، مباراه مهمه جدا، مباراه المقاولين. ده هدف احمد الشيخ الرائع قدام حضراتكم، وبعد كده هدف كهربا في مروان، في اسيست كمان من كهربا كان رائع جدا، اسيست صعب قوي، لكن الحمد لله تعاملنا مع كل الكرات بمنتهى الاحترافيه. انا اقعد اتفرج كده على الاهداف، خلي بالك يا برجاوي، هدف رائع رائع من مروان، ان شاء الله دايما كده. المباراه اللي جايه مباراه المقاولين زي ما قلت لحضراتكم، صعوبتها شويه كمان في عماد النحاس. عماد النحاس عارف يعني ايه النادي الاهلي، عارف مفاتيحه، عارف اللعيبه ممكن ايه اللي ياثر عليها، ممكن يضغط ازاي، حتى كمان هيتعامل مع اللعيبه نفسيا ازاي. لكن اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي خلاص عدينا بالمرحله دي من زمان. اتكلمنا كمان عن مباراه بلاتينيوم ان هي جت في وقت حلو قوي ان انت تتعلم فيه، ان انت يعني حتى لو خارج بره الفورمه لازم ترجع بسرعه او تطلع باقل الخسائر، زي ما كنت بتكلم مع مخرجنا الكبير برجاوي قبل ما اطلع مع حضراتكم هوا. عموما مباراه مهمه، مباراه المقاولين، بعديها مباراه اهم بكتير جدا، مباراه النجم الساحلي. ان شاء الله ان شاء الله نطلع من المباراتين دول على خير. دي لقطات من مباراه الاهلي والمقاولين، طبعا مش هتنسوا الهدف بتاع علي معلول، هدف الدوري. اخر خبر قبل ما استقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن رمضان السيد، عقوبه مغلظه على النجم الكبير وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي. قرر الجهاز الفني، اقول لكم نص الخبر بالظبط عشان ما نتكلمش فيه كتير، قرر الجهاز الفني لكره القدم بالنادي الاهلي توقيع عقوبه ماليه مغلظه على وليد ازارو لاعب الفريق جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراه طنطا. عارفين النادي الاهلي ليه اطار معين، ليه سياسه معينه، ليه اتجاه معين، ما ينفعش اي حد يخرج عن هذا الاطار وهذا النظام، معروف جدا جدا جدا، ونخلي بالنا كلنا نخلي بالنا، مش عايزين اي حد يخرج عن النص. اللي بيخرج عن النص بتكون العقوبه المغلظه في انتظاره. النجم الكبير وليد ازارو بنتمنى له كل التوفيق. بعد الفاصل هيكون معايا النجم الكبير الكابتن رمضان السيد، نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق. حضراتكم من جديد، نجم كبير جدا جدا في ضيافه الاهلي ليله، الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد، نجم مصر ونجم الاهلي السابق. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا عبد الحميد. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طمنا عليك. كله تمام الحمد لله. واخد اجازه من التدريب؟ اه، فتره راحه بصراحه الواحد كان محتاجها جدا جدا جدا. اخر حاجه كان كانت النجوم. النجوم؟ النجوم اه. تمام تمام ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك في اللي جاي. ربنا يخليك يا عبد الحميد. يعني في عروض وحضرتك والله كان في حاجات بس ما يعني لا يعني مش اللي انت عايزها. اه مش اللي انا عايزها. وهي برضك فتره الراحه دي مهمه جدا الحقيقه. لان انا بقالي فتره كبيره جدا ما خدتش راحه. التدريب في الدوري الممتاز يا كابتن بيفرق كتير قوي يعني بمراحل عن الدرجه الاولى، ولا الموضوع قريب؟ الدوري التدريب في الدوري الممتاز يا عبد الحميد في الممتاز اسهل، اسهل بكتير جدا جدا جدا. انك تتعامل مع فرق في الدوري الممتاز، وانك انت مثلا هقول لك حاجه يا عبد الحميد، انا يمكن كل الانديه اللي انا مسكتها الفترات 30 سنه اللي فات دول مثلا بيبقى انا طبعا لو بشتغل مع دوري ممتاز خلاص شغال مع دوري ممتاز، لو بشتغل مع ممتاز بيه انت مطلوب منك ان انت ما تخسرش مباراه
في طبعا يقول لك بقى احنا جايبين الكابتن رمضان السيد ما ينفعش يخسر. ده غير ديت انت بتلعب على مركز واحد بالظبط، تلعب ان انت هتصعد بالظبط، اي بقى مباراه بتخسرها بتبقى فيها مشكله. يمكن طبعا انت في الدوري الممتاز الحقيقه، يعني يمكن انا ليا مثلا حوالي 4 تجارب الحمد لله، كانت تجارب الحمد لله ناجحه جدا. طبعا انا ليا تجارب الحمد لله مصعد فرق في الدوري الممتاز بيه، لكن انا في رايي ان الدوري الممتاز اسهل بكتير جدا من الدوري الممتاز بيه. طب مستويات اللعيبه هل هي بعيده ولا متقاربه؟ لا بالدرجه الاولى يلعب دوري ممتاز؟ لا لا يلعب في لعيبه كتير جدا جدا موجوده الحقيقه في الدوري الممتاز، وعلى مدار المواسم اللي فاتت كلها لا في لعيبه جامده جدا وقويه جدا، ولما اتنقلوا لا راحوا انديه كبيره وراحوا انديه يلعبوا دوري ممتاز اثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا يعني. طب العكس يا كابتن، دوري ممتاز لما ينزل يلعب درجه اولى يمكن دي هي اللي بتبقى فيها مشكله شويه. يعني يمكن اقدر اقول لك ان اللعيب اللي نازل من الدوري الممتاز بياخد وقت عقبال ما يخش جوه المسابقه دي. تمام تمام، يعني هو الموضوع ان تلعب درجه دوري ممتاز اسهل من انت تنزل تلعب بكتير درجه كتير بكتير بكتير، حتى كمان نفسيا كمان على كل حاجه ممتاز. الحقيقه كل حاجه. يعني انا يمكن تجاربي الحمد لله زي كان مثلا مع بتروجيت، انا عملت مثلا 7 فوز متتالي مثلا عارف في دوري ممتاز، وانت كنت يعني عضو في الجهاز معانا اتشرفت يعني اذا كان مثلا مع الرجاء، اذا كان مع اسوان، اذا كان مع الومنيوم، كل التجارب الممتازه الحقيقه الحمد لله. يعني فرق مسكتها وحسيت انت اتظلمت يا كابتن فيها؟ بتروجيت لان احنا يعني كنا واخدين بتروجيت عندهم بونت من 6 مباريات وترتيبهم ال20، فلما تعمل مثلا تاخدهم وتعمل 7 فوز متتالي وتعمل نتائج ايجابيه بشكل كبير جدا لدرجه ان احنا وصلنا للثالث، يعني جالنا وقت كنا وصلنا للثالث الدوري واحنا الاخير. فيمكن دي النادي والفرقه اللي الواحد حسيت ان كان فيها ظلم جامد جدا طبعا. مع ان احنا كنا حابين المكان جدا 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 جدا، هم فعلا كان الناس يعني في منتهى الاحترام، ان شاء الله يرجعوا لمكانتهم الطبيعيه بتروجيت ان شاء الله بسرعه جدا. يعني عندنا ما شاء الله ندخل في الاهلي يا كابتن، عندنا 11 فوز متتالي. بشكل عام شايف ال 11 مباراه او الفوز المتتالي ده وال 33 نقطه شايف الدنيا ازاي بشكل عام؟ طبعا الحقيقه النادي الاهلي بيأدي في مسابقه الدوري بشكل مختلف بشكل كبير جدا الحقيقه. اولا في تطوير زي ما قلنا قبل كده في الاداء الفردي لكل اللعيب الحقيقه. حضرتك قلت في مسابقه الدوري انا مش هسيبها بس كمل الكلام. يعني بتفرق. بفرق الحقيقه. الاهلي بيفرض فارض شخصيته في الدوري على كل فرق المسابقه، كل الفرق اللي لعبها، يعني عشان برضك ما نبقاش كل الفرق اللي لعبت النادي الاهلي، الاهلي فرض شخصيته عليها، فرض ريتمه عليهم. والحقيقه في عامل تفوق كبير جدا في كل حاجه، في نواحي بدنيه، في التكتيك، في الحاجات اللي هي فيها ربط الريتم السريع جدا جدا، التحرك الحقيقه اللي اتوجد حاجات اتوجد جديده، التحرك اللي هو في خلف المدافعين، المجموعات لعب، لا في حاجات طبعا واضحه جدا جدا ان فيها تطوير بشكل كبير جدا. تمام. في لعيبه انا في رايي فايلر الحقيقه فرق معاهم في مستواهم الفردي حتى، لان انا بتكلم مثلا حسين الشحات، بتكلم على رمضان صبحي، رمضان صبحي اتنقل نقله في خلال الموسم ده انا في رايي نقله كبيره جدا جدا في ادائه الحقيقه مع النادي الاهلي، ودي هيفرق معاه حتى في المستقبل كمان، لان انت يعني انا في رايي من ضمن برضك يمكن المباريات اللي ما لعبهاش الحقيقه رمضان برضو فارق بشكل، لان هو وصل لفورمه اعتقد فورمه يعني كبيره يعني، وكان مهم جدا جدا في فرقه النادي الاهلي. ويمكن علي معلول يا عبد الحميد الحقيقه تاثر بغياب رمضان صبحي. انا بتفق معاك جدا. طبعا هو بيعمل حاله دفاعيه. طبعا بيعملها على احسن ما يكون رمضان، الحاله الدفاعيه على احسن ما يكون، والحاجه الثانيه افضل فتره ممكن تقول مثلا من 10 مواسم مثلا في ربط في جنب زي رمضان صبحي وعلي معلول. بالظبط. كنا رابطين مع بعض في النواحي الهجوميه بشكل انت عارف ايه؟ يعني انا في رايي يعني في رايي ان هم كمان وصلوا لمرحله ان هم بيلعبوا بعض حتى غيابي، يعني ما بيبصوش لبعض. صح. وهو عارف ان هو مثلا هيخش جوه علي طالع مش يعني لا خلاص حفظوا بعض.
فطبعا في الدوري زي ما قلت لك يا عبد الحميد الحقيقه لا النادي الاهلي في كل مبارياته يمكن في حتى نقدر نقول برضه عشان نبقى بنتكلم بنقيم بشكل كويس وبشكل صح يعني يمكن في بعض المباريات الاخيره الحقيقه يعني مش هي دي البدايه يعني الاداء قل شويه وزي ما قلت لك ان فارق طبعا ممكن ضغط مباريات ممكن الحاجات دي كلها يعني حتى لما اجي نتكلم الحقيقه يا عبد الحميد في مباراه امبارح انا بقول مش مباراة طنطا، أنا في رأيي مباراتين، امبارح 90 دقيقة أنت اتفرجت على مباراتين مش مباراة واحدة، 80 دقيقة الحقيقة الريتم بطيء والتحضير بطيء والتحضير بياخد وقت عكس الماتشات الأهلي النادي الأهلي عامل فيها تميز الحقيقة وبتشتغل في التلت الوسطاني كتير قوي ولما بتيجي توصل بقى كمان للتلت الهجومي التحرك أنت عارف أمام أعين المدافعين ودي مشكله تمام ودي ما كانتش موجوده الحقيقه قدام النادي الاهلي اختلفت بشكل يعني 100% ال 10 دقايق الاخرانيين انت الريتم اتسرع الحقيقه بقى في ربط ما بين مروان وسلية وكهربا واحمد الشيخ وعلي معلول خلاص الريتم اتسرع جدا الريتم اتكهرب كهرب طبعا كهربا الحقيقه كهربا نزل كهرب 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 من 10 دقايق ولا ثلث ساعه دول الحقيقه زي ما قلت لك ابتدوا كمان بيتحركوا خلف دفاعات المنافس وده وهو ده اللي النادي الاهلي كان بيعمله في كل المباريات اللي فاتت الحقيقه تمام في 10 دقايق انت جبت اربع اهداف وضيعت فالنادي الاهلي لما بيفضل ريتمه اللي هو الريتم السريع بالتحضير السريع بالربط الحقيقه اللي كان موجود في العشر دقائق ممكن يبقى يعمل تفوق على اي حد الحقيقه تمام نتكلم الحقيقه على كهربا انا كهربا ما كنتش متوقع ان هو يخش في التوقيت ده انا كنت مديله وقت اكتر من كده يعني قلت مثلا كهربا هياخد له مثلا في حدود مثلا اربع اسابيع خمس اسابيع وعبال ما يبتدي يخش جوه نظام اللعب في النادي الاهلي هو غياب رمضان برضو زود فرص لعبه شويه كده طبعا طبعا لكن الحقيقه في خلال المباريات اللي اشترك فيها لا كهربا داخل جوه الجيم جوه نظام الفرقه بشكل كويس قوي رابط مع اللعيبه بشكل كويس قوي وهو كمان زي ما قلت قبل كده ان هو عنده عنصر السرعه وده اهم عنصر في الكره الحديثه وفي نفس الوقت هو مهاري لعيب بيعرف يعمل اختراق لعيب مهاري فالحقيقه كهربا دخل بشكل يعني انا يعني ما كنتش متوقع له كده ان هو يخش في التوقيت ده لعيب كوره كابتن لعيب كوره طبعا بيربط بسرعه مع طبعا طبعا مباراه امبارح كمان يا عبد الحميد احمد الشيخ من افضل مبارياته الحقيقه من اول الموسم لان ابتدى برضو في حاجه يمكن احمد الشيخ لعيب مهاري لكن كان بيعمل المهاره بتاعته فيها بطء شويه اسرع مباراه اشتغل فيها مباراه امبارح اسرع مباراه وهو بيعمل الاختراق او بيعمل الدريبل بتاعه الحقيقه كان في سرعه وكان في قوه وهو ده احمد الشيخ يعني هو دي هي دي امكانيات احمد الشيخ الحقيقه امبارح كان في حاله فنيه وبدنيه ضربه جزاء وجاب جول حلو طبعا يعني عمل ضربه جزاء وجاب جول وعمل محاولتين ثلاثه على المرمى من ضمنهم واحده فيها شك ان هي ممكن تكون تخطت كمان الكره اللي شاطها والمدافع طلعها من على خط المرمى هو يعني لكن احمد الشيخ برضو كان الحقيقه عامل جيم كويس قوي جيم هايل الحقيقه مروان محسن يمكن احنا بنقول ان ابتدي بقى بيخش هو يعني الحقيقه بقى له اربع مباريات بيسجل وبيبتدي يخش في حاله مروان اللي هو لما بيكون فايق مروان مهاجم من المهاجمين المميزين يعني طبعا علي معلول انا بقول لك ان علي معلول متأثر من اللعيبه القويه جدا 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 في تيم النادي الاهلي لكن اتأثر بغياب الحقيقه اتفق معاك رمضان صبحي دايما بقول رمضان صبحي انا بعمل معاه كمان دور الدفاع يا كابتن اللي بيحرر علي معلول علي دلوقتي لما بيطلع بقى محتاج حد بقوه رمضان يبقى عنده الحته الهجوميه والحته الدفاعيه عندك الحقيقه السولية وقفشه وعاملين حسين الشحات عاملين ثبات مستوى ويمكن دي من الحاجات المهمه جدا ان يعني دايما انا الواحد بيتكلم مع حميد في تقييم اللعيب ما احبش انا لعيب يعمل لي مثلا 8 من 10 وبعدين ماتش بعديه يديني 2 من 10 بالظبط لا الحقيقه السولية وقفشه وحسين الشحات عندهم ثبات في المستوى عندهم ثبات في المستوى حتى لما بقى مش في حالته بيعمل لك مثلا 7 6 من 10 فلا الثلاثه دول برضك لعيبه مهمه جدا الحقيقه اجاييه طبعا عامل موسم الحقيقه هايل
ورجع لحالته الحقيقه ورجع لقوته، جاي محطه لعب وبيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت، وبيعرف هو نفسه يخش 18 بشكل كويس قوي، يعرف يجيب جول بشكل كويس قوي، فبرضك جاي من اللعيبه برضك اللي عامل الحقيقه ثبات في المستوى. وانا كمان تاكيدا لكلام حضرتك كابتن في حته رمضان صبحي والربط بينه وبين علي معلول والدور الدفاعي كمان فايلر، كمان تحس ان هو بيلعب اجاي شويه ناحيه الشمال، طب لا يجيب وليد سليمان شويه ناحيه الشمال. هو عمال يدور على حد بشكل رمضان. انت عارف ليه؟ لان الجبهه دي كان فيها استقرار فني رهيب. جبهه مرعبه. جبهه مرعبه لاي تيم كوره يعني حتى يمكن احنا خسرنا الحقيقه رمضان كمان في المباراتين اللي هم في افريقيا بره، لان رمضان كان في فورمه اعتقد ان هو كان الشكل كان هيختلف عن ادائنا في المباراتين اللي بعد. صح 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 دي حقيقه دي حقيقه. طب خلينا نتكلم في نفس السياق يا كابتن رمضان، يعني بلاتينيوم اللي حصل فيه ان تلاقي فيه 9 لعيبه مره واحده زي ما حضرتك بتقول بقى نزل مستواهم قوي. ونزل مستواهم مش عارف ليه. مش ومع ان بلاتينيوم فريق متواضع جدا، الاهلي لما بس بدا يتضايق شويه جاب فيه جون وجاب الجون الثاني اللي الحكم لغاه، مش عارف لغى ليه، قال لك اوفسايد بس طبعا ما لهاش علاقه بالاوفسايد. ايه تبرير حضرتك للقصه دي؟ والله يعني برضه الهبوط الجماعي، يعني انا برضه عشان كده انا يمكن بدات كلامي يا عبد الحميد معاك وقلت لك الاهلي في الدوري بالظبط حاجه مستوى عالي جدا جدا، ولكن للاسف الشديد ان مباراتين او يمكن المباراه الاخيره كمان بالذات. يعني انا اقول لك حاجه، مباراه النجم الساحلي اللي النادي الاهلي اتغلب فيها كانت مباراه رائعه طبعا، مباراه كبيره جدا، يعني احنا متعادلين في بلاتينيوم لكن ادائنا الحقيقه اداء سلبي جدا جدا، اداء بعيد خالص. طب يا كابتن ايه تقييم حضرتك، يعني حضرتك مكان فايلر تبص للقصه دي ازاي لما يقع من عندك، يعني اللي كان باين في الصوره بس الشناوي ومروان بالظبط. لا يعني انا يعني هقول لك حاجه، انا بصراحه لما اجي توجد لها مبرر انا مش لاقي لها مبرر. ما انت يا اخي يعني لعيب النادي الاهلي انت وصلت الفورمه عاليه جدا بالظبط من النواحي البدنيه والنواحي الفنيه والتكتيك اللي انت بتشتغل بيه وفرض رتمك على كل الفرق اللي انت بتلعبها. انت مباراه النجم اللي احنا اتغلبناها، يعني احنا راجعين مهزومين لكن انت عامل استحواذ وفرض رتمك على فرقه واحنا فرحانين كجمهور. اداء هايل. طب انت المباراه دي ليه؟ ادائك في المباراه دي وبعدين المباراه دي ايه؟ المباراه دي كانت مهمه جدا. طب ليه يا كابتن من وجهه نظر حضرتك ليه؟ ما يعني انا لما اتفرجت على الماتش اكيد التركيز إيه؟ اكيد التركيز ما كانش موجود. 9 لعيبه اكيد 9 لعيبه مره واحده. ما هو يعني بص هقول لك حاجه، هو التركيز ممكن ما يبقاش موجود وممكن تحط لها لان عدد اللعيبه كان كتير، تحط لها اجهاد، اللعيبه كلها مجهده. انت لما بتبقى مجهد بتبقى النواحي الذهنيه بتاعتك طبعا ما بتقدرش لا تطلع المهاره بتاعتك لا تطلع الجري بتاعك لا، فواضح ان المباراه دي كانت كده لانك انت مش ممكن تلاقي مثلا فرقه النادي الاهلي في 9 لعيبه بره الفورمه بالظبط، يعني ده مش لعيبه، ده حتى ايه حتى كميات الجري بالظبط الواجبات الدفاعيه لكل لعيب لا بعيد. يعني احنا بنتكلم مثلا على معلول الموسم اللي فات والموسم ده، انا في رايي الموسم اللي فات كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري بالزبط. والموسم ده نفس الحكايه لغايه ما اتصاب رمضان صبحي الحقيقه، لكن علي حتى كان بعيد خالص في مباراه بلاتينيوم الحقيقه في النواحي الدفاعيه، احنا كنا مضروبين على طول من ناحيته ومفيش حد بيعمل مسانده معاه واللعيبه كلها كانت بره الجيم. يعني انا بنتمنى من ربنا ان دي المباراه تبقى هي دي المباراه اللي في الموسم وبالذات في البطوله الافريقيه، لان احنا محتاجين الموسم ده ان احنا ان شاء الله باذن الله نحصد البطوله، لان احنا لو بتيجي تتكلم على الدوري لا احنا الدوري احنا لينا ارقام قياسيه فيه تمام. لكن احنا اللي ناقصنا بينقصنا النادي الاهلي بينقصه البطوله الافريقيه تمام. هنتكلم لما يجي وقت افريقيا هنتكلم، بس عشان حضرتك ربطت بس قلت الاهلي في الدوري فانا كنت بس بسال من النقطه دي، لكن هنتكلم بشكل اكبر عن الاهلي في افريقيا وبلاتينيوم تحديدا والمباريات اللي جايه كمان. فريق زي النادي الاهلي ممكن يتاثر برمضان وليد سليمان؟ ممكن يتاثر نسبيا؟ يعني احنا يمكن هقول لك حاجه يا حميد، الفتره الاولانيه النادي الفايلر الحقيقه كان بيلعب باي 11 تمام، كان لدرجه ان هو في مباريات عمل تغيير في 5 لعيبه ودي يعني كانت كلنا الحقيقه قلنا ازاي يعني قلنا ازاي الراجل ده بيعمل كده، وكان الاداء ما بينزلش.
بس رمضان كان عامل مشترك في طبعاً في الفتره دي في كل العالم. تمام. في نجوم بتصنع الفارق، تصنع الفارق في النواحي الفرديه بتاعتها والنواحي المهاريه بتاعتها العاليه قوي قوي، وكمان بتقدر تصنع الفارق في النواحي الجماعيه. تمام. يعرف يعمل جماعيه بالظبط، فدي طبعا يعني ما عليهاش خلاف. انت النهارده مثلا ميسي لما ما بيبقاش في حالته برشلونه بيبقى بعيد خالص. بالظبط خالص بالزبط. بيبقى في حالته لا، بيعمل طفره كبيره جدا في اداء برشلونه. رمضان صبحي انا بقول لك بكرر تاني يا حميد معاك، هو وصل للفورمه دي ان هو يقدر يصنع الفارق في النواحي الفرديه والمهاره بتاعته، وفي النواحي الجماعيه كمان ان هو بيعمل جماعيه، قدر خلاص انه بيعمل جماعيه. رمضان صبحي ما كانش بقى بيشتغل زي ما كان بيشتغل السنين اللي فاتت ان هو مثلا يعمل الاختراق من على الجنب ويحط مباص ومش عارف ايه، لا ده كان زي ما قلت لك عامل جبهه من 10 مواسم مثلا في الكره المصريه مع علي معلول، وفي نفس الوقت هو الراجل كمان عمل له تطوير في ادائه فابتدى يخش ال 18 وابتدى يجيب اجوال. بالظبط. فطبعا يفرق طبعا، لا النجم كبير زي رمضان انا في رايي ان هو يفرق طبعا. يعني احنا ممكن نقول الغيابات، مع ان فايلر مش من المدربين اللي بيلاقي مبررات يا كابتن، يعني بيقول انا ما كنتش استاهل اكسب النهارده. ما بيقولش مبررات، ما بيقولش اصل عندي غيابات، اصل انا عندي اصابات. لكن كميه الاصابات دي ممكن فعلا تاثر بشكل او ما في مستوى النادي الاهلي. النجوم انا في رايي لما بيبقى في نجم نجمين بيبقى ايه، انت بتركز عليهم حتى في شغلك ان هم بيقوموا لك بمهام كبيره جدا. تمام. في التيم. تمام. زي ما قلت لك النواحي الفرديه النواحي المهاريه الجماعيه اللي موجوده لا تفرق. تمام. طيب برضو نقطه مهمه جدا عايز اعرفها من حضرتك، الضغط النفسي على اللعيبه بيختلف حسب حسب الفتره اللي احنا عايشينها دي. يعني قبل كده ما كانش فيه سوشيال ميديا على ايام حضرتك مثلا او بعد حضرتك بشويه كمان. دلوقتي اللعيب ماسك ماشي بالتليفون بتاعه، بيشوف في الفيسبوك، بيشوف تويتر، بيشوف مش عارف انستغرام، بيشوف مش عارف ايه. فطبعا انت عارف جماهيرنا غيوره جدا وما بترضاش بقى لحاجه غير المكسب. فازاي انتوا بتعملوا كده؟ طب لا احنا كان لازم نكسب، لا ده مروان مش عارف ايه. فهل في ضغوطات نفسيه بتمثلها السوشيال ميديا على اللعيبه او بتاثروا بيها؟ اكيد اكيد، وبنسبه كبيره جدا الحقيقه. يعني ما فيش حد من اللعيبه النهارده ما بيتابعش السوشيال ميديا الحقيقه، ويعني بيتابعها يعني. فلما بيكون التعليقات سلبيه او يعني مش في صالح اللعيب، اعتقد ان بتفرق الحقيقه، بتفرق بشكل كبير جدا. لكن انا بقول لك الفرقه طالما خلاص في حالتها اللي احنا شفناها الحقيقه في الموسم دوت، حاجه انا في رايي اداء يعني جديد جدا الحقيقه، واداء مميز جدا الحقيقه في الموسم دوت. اعتقد ان احنا ترجع لنا بس الاصابه بتاعتنا وخصوصا وليد ورمضان، لا قوه النادي الاهلي هتبقى زي ما احنا بدانا وزي ما احنا كنا تابعنا الحقيقه، لا هيبقى في اداء، ومش هتقلق من اي مباراه اذا كانت في افريقيا او في الدوري المصري. تمام. برضه خلينا في حته الضغط النفسي يا كابتن رمضان. جايين من مباراه بلاتينيوم، مباراه كلنا احنا كجماهير الاهلي كنا زعلانين جدا وزعلانين اللعيبه مهما تكونوا بقى، احنا واثقين فيكم ثقه ملهاش حدود ان انتوا تكسبوا اي حد. برضه تاثروا شويه في اول شوط مثلا في طنطا، بعد شويه من الشوط الثاني تاثروا، كان في تاثير على اللعيبه سلبي ولا المفروض ان احنا نطلع من القصه دي؟ لا هو كان في تاثير. تمام. لا كان في تاثير. انا بقول لك انا يعني بعتبر مباراه طنطا مباراتين مش مباراه واحده. تمام. لما تيجي تعمل لها تقييم الفني الحقيقه، لا العشر دقائق هي يعني انت اتعمل فيها كل حاجه في الكره الحديثه، كل حاجه، تحضير سريع ورتم سريع ومفيش بطء في الثلث الوسطاني، التحرك اللي هو كمان اتوجد في العشر دقائق دي اللي هو بقول لك بيتحركوا في المساحات خلف المدافعين عكس ما انت بتستلم على طول امام اعين المدافعين. دي خلاص انت بتسهل له يعني، انت اعمل استحواذ وسيطر واعمل كل حاجه، وانت بتتحرك قدام عينيا، انت بتتحرك هنا انا بتحرك معاك، بتتحرك هنا بتحرك معاك. لكن العشر دقائق دولت لا، من سرعه الريتم والربط اللي اتوجد بين اللعيبه في التلت الهجومي، لا ده يعني انت لو بتلعب اي حد. هقول لك حاجه على فكره، فريق طنطا عاملين مباراه كويسه يعني، عاملين مباراه دفاعيه
هم قافلين الجيم بشكل كويس، هم بيعرفوا يقفلوا الجيم اساسا. طبعا طبعا، لكن هم جم في العشر دقايق الاخرانيه هم ما كانوش عارفين يراقبوا حد بالظبط، لان بدات تحركات من خلف خلف المدافعين. طبعا يعني حتى هم المدافعين لدرجه ان في مدافعين كان بيبصوا بعض، يعني بيلوموا بعض، بس هم مش قادرين يجاروا السرعه ويجاروا الربط اللي كان موجود في العشر دقايق الاخرانيه. فطبعا اكيد مباراه بلاتينيوم الحقيقه ممكن تكون فرقت في ال 80 دقيقه او ال 70 دقيقه اللي حصلت دي، ان برضك لسه الامور، لكن يمكن التغييرات اذا كان كهربا او مروان الحقيقه لما نزل واحمد فتحي، الثلاث تغييرات الحقيقه عملوا برضك اضافه قويه جدا لتيم النادي الاهلي. تمام، رجوع ياسر ابراهيم لدفاعات النادي الاهلي يا كابتن رمضان هتضيف قوه، شايف ياسر ابراهيم ازاي؟ شايف ايه اللي بينقص دفاعات النادي الاهلي تحديدا؟ يعني اعتقد ان ياسر الحقيقه ابراهيم انا في رايي عودته مهمه جدا، مهمه جدا جدا الحقيقه، لان ياسر برضك عنده الكرات العاليه بيتعامل معاها كويس، عنده مواقف واحد ضد واحد بيتعامل معاها كويس، الحقيقه عنده حتى كمان بيقدر يعمل تجانس وتفاهم ما بينه وبين الرامي. لا انا في رايي ده مهم جدا، وهو عمل مباراه كبيره امبارح الحقيقه، يعني هو ورامي لا كانوا قافلين الجيم بشكل كويس قوي، حتى الكرات الطويله اللي كانت بتتلعب، وكانت الحقيقه في بعض المباريات اللي فاتت كان فيها، يعني مش هقول لك بقى ان الهجمات مرتده ولا بتاع، لا ده في مثلا كرات الطويله اللي بتتلعب من الخط المدافعين بتتحط في مساحه كان فيها مشكله، امبارح الحقيقه ده ما كانش موجود، وكان في تفاهم ما بينه وما بين رامي ربيعه، عاملين جيم الحقيقه جيم هايل، فعودته طبعا مهمه جدا واضافه. تمام، اضافه قويه جدا الحقيقه. تمام، استاذن حضرتك في تعديلات في مباراه الدوري الممتاز، بس نقول للساده المشاهدين تعديلات مواعيد بعض مباريات الدوري بعد اعلان الكاف والعربي مواعيده الجديده، بناء على تعديلات التي اجراها الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد العربي لكره القدم على مواعيد المباريات التي تشارك فيها الانديه المصريه في البطولتين الافريقيه والعربيه، قررت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم تاجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و16 من مسابقه الدوري الممتاز تبعا لذلك على النحو التالي: الجوله 15 الاسماعيلي والانتاج الحربي 5 مساء الخميس 30 يناير باستاد الاسماعيليه، الاتحاد السكندري وسموحه 7:30 مساء الخميس 30 يناير ايضا باستاد الاسكندريه، الجوله 16 اسوان والاسماعيلي 2:30 بعد الظهر الاثنين 3 فبراير باستاد اسوان، الانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري 5 مساء الاثنين 3 فبراير باستاد السلام، كما قررت اللجنه تقديم مباراه الاهلي مع انبي ضمن الجوله ال 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباراه نتيجه التاجيل الافريقي لتقام 7:30 مساء الاربعاء 22 يناير باستاد القاهره. ان شاء الله الاهلي وانبي هتكون 22 يناير الساعة 7:30 باستاد القاهرة. تقرر إقامة مباراة اف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في 7:30 مساء بدلا من الخامسة بعد أن يعني اليوم فضي نفسه، يعني من يعني في حاجات كده اتعدلت، دي أبرز التعديلات، أبرز التعديلات. ولإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لتابعة مباراتي ذلك اليوم اف سي مصر وبيراميدز المصري والجونة. دي التعديلات، اهم ما يعنينا فيها التعديلات مباراه الاهلي ان شاء الله اللي هتتلعب في استاد القاهره مع انبي يوم 22 يناير الساعه 7:30. الاتحاد العربي عدل الجدول، الاتحاد الافريقي كمان، فبناء على كده اللجنه الخماسيه عدلت شويه في مباريات الدوري. عموما يعني الحمد لله ان الموضوع مش بعيد، يعني لا مش بعيد يعني مش زي قبل كده، يعني محافظين على ثبات المستوى، حتى في سرعه حتى بالتعديل كمان بعد بعد التعديلات العربيه والافريقيه، اعتقد برضك هم عدلوا بسرعه يعني كويس. رجوع ديانج يا كابتن متولي ان شاء الله الحمد لله رجع تاني بعد اصابته امبارح، شايف برضو ديانج ازاي تحديدا؟ ده يعني صفقه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، من الصفقات المهمه ومن الصفقات الثقيله جدا فنيا، يعني الحقيقه ديانج الحقيقه ديانج في ديانج الحته الديفندر الديفندر لا يعني الحقيقه عوض لك غياب حسام عاشور، ويمكن كمان على في اقوى كمان يعني مش اقوى فنيا قد ما اقوى كمان في القوه، ديانج بيستخلص بشكل
يعني يعني من اللعيبه اللي بيستخلص اولا عامل لك راحه بالنسبه لعمرو السوليه، والراجل بردك فايلر بوجود ديانج الحقيقه بيدي لعمرو السوليه واجبات هجوميه ما كانش بياخدها قبل كده. تمام. يعني هو حرره شويه، حرره شويه لان هو كمان الحقيقه بيعمل شغله بعرض الملعب، وبيروح الحقيقه بيعمل ضغط، بياخد لا بقى عنصر مهم جدا وورقه مهمه جدا في تيم النادي الاهلي. لعيب مهم فعلا، لعيب مهم مؤثر مهم. جدا جدا جدا. لو حضرتك طبعا اكيد حضرتك متابع الاهلي، النهارده ان شاء الله هيوصل المهاجم السنغالي الجديد، او وصل بالفعل، بادجي. بادجي اليو بادجي الاهلي تعاقد معاه لمده 4 سنوات ونصف، مهاجم سنغالي، كله بيتفائل بهذا المهاجم يا كابتن رمضان. يعني الحقيقه شايف الاهلي كان في حاجه طبعا للشكل ده. طبعا طبعا. يعني احنا يمكن بعد فيلافيو ما جالناش الشكل ده خالص، لان احنا عندنا مشكله في الكرات العرضيه، عندنا مشكله في التعامل مع الكرات العرضيه الحقيقه. الحقيقه فيلافيو كان عامل اي كره عرضيه ان شاء الله يكون حتى متشتته حتى كان بيتعامل معاها ويجيبها جول. بقى لنا فتره كبيره جدا ما عندناش دي، بقى لنا فترة كبيرة جدا المهاجمين بيضيعوا فرص سهلة جدا جدا الحقيقة. ضاع الفرص دي يا كابتن، برضو عايزين نقف عندها. هل هو توفيق ولا هو مهارة ولا هو تمركز خاطئ؟ يعني عايزين نفهمها. حاجات كتيرة. يعني أنا هقول لك حاجة يا عبد الحميد، إحنا حسام حسن كان بيشتغل على نفسه بشكل يعني، ومن غير ما حد يقول له، التمرين كان بيخلص حسام ده تلاقيه مثلا جايب حد يعمل له الكرات العرضيه والكرات اللي على الارض، اشتغل على نفسه بشكل كتير. كتير جدا جدا جدا، عشان كده بقى حسام حسن. يعني انا هقول لك حاجه، يعني وليد ازارو عنده امكانيات، يمكن في حاجات عنده اعلى من اللي كانت عند حسام، لانه عنده السرعه، عنصر السرعه، عنده سرعه ما شاء الله يعني. وعنصر السرعه ده يعني حاجه مهمه جدا. صح. ورغم ذلك للاسف الشديد لا، محتاجه تركيز اكتر من كده. انا ما ينفعش ابقى على خط بيني وبين المرمى 3 ياردات او ياردتين والكره معديه الحارس وبعدين احط بطن رجليها احطها فوق في العارضه. لا دي بقى لا صعبه يعني. عشان كده بس دي فيها توفيق ولا تركيز؟ لا تركيز ولا تمرين كتير. تركيز وشغل على نفسي. لازم اشتغل على نفسي. لكن ان انا الفرص اللي بتضيع دي لا. فانا بقول لك على الحقيقه بادجي، انا شفت الاجوال لي وشفت شغل لي، لا من الحاجات المهمه جدا جدا فيه ان هو الحاجات اللي هي العاليه دي بيروح. اولا هو مش بسم الله ما شاء الله 186 تقريبا، متر و86 حاجه يعني، بيطلع فوق كل الناس، فده كان النادي الاهلي محتاجه بشكل كبير جدا الحقيقه. كابتن يعني دي لقطات وصول المهاجم السنغالي اليو بادجي. ان شاء الله يكون في كشف طبي بكره ليه، زي ما كابتن رمضان بيقول 1.89 متر، يعني ما شاء الله يعني حاجه كويسه جدا. لا طبعا ما شاء الله، وطويل وعنده سرعه كمان ما شاء الله. عنده سرعه وبرضه انا يعني مش بس الكرات العاليه بس، لا حتى تعامله مع الكرات الارضيه برضه بيتعامل بها بشكل كويس جدا، بيسدد بشكل كويس جدا. انا كنت فاكرك طويل يا امير. ان شاء الله كل التوفيق للمهاجم، احنا محتاجين فعلا يعني يبقى مع المهاجمين. بالظبط. يعني مع ان مروان ما شاء الله بدا كمان يجيب يعني جون اللي هو في بلاتينيوم ارتقاء وكره وحاجه جميله جدا. ماشي بس برضك يبقى يعني في منافسه، يبقى في منافسه طول ما انت عندك منافسه اكيد ابقى في صالح التين. يعني المهاجم يا كابتن رمضان من نوعيه ازارو، يعني كتر تواجده في ال 18 وكتر اضاعته الفرص ده بتورطه؟ يعني في مهاجم ذكي قوي، يعني اللي هو عارف انت حضرتك اكيد حضرتك يعني جربت نوعيات كتير جدا. في مهاجم يقول لك ايه الكره مش مضمونه ان انا احطها 100%، ما يعني استنى خطوتين. وفي مهاجم لا بيدور على كل حاجه زي من نوعيه ازارو كده، اللي هو في اي حته هتلاقيه ضيع بقى جاب، هو مش في دماغه على اساس ان هو على يعني مش في دماغه بقدر ان هو متواجد. فهل هو اتورط في القصه دي؟ لا هي يعني المفروض الطبيعي ان انا عنصر السرعه اللي عند ازارو الحقيقه توديه في الاماكن دي، توديه في الحتت دي. وممكن لعيب تاني يبقى السرعه بتاعته اقل
ما يروحش في المناطق دي خالص، بالزبط ما يلحقش بالظبط، لكن هو اللي بيساعده ان هو يخش في المناطق دي ان هو السرعه اللي عنده وتوقعه طبعا ما شاء الله. بس هي حته طبعًا. بس النقطه المهمه والنقطه اللي يعني نقطه مهمه بشكل كبير جدا، انا النهارده يعني مع احترامي لازارو في مباريات كتيره جدا وفي بطولات انا معاك كان في تاثير جامد طبعًا. جدا خسرناها طبعًا. يعني نادي الاهلي خسرها، يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا في مباراه نهائي افريقيا، نهائي مثلا بطوله عربيه مش او في بطوله عربيه مش عارف، مباراه في دوري، مباراه في كاس مصر، في فرص بتضيع ما تضيعش يعني، اصل في حاجات انت عارف ايه فيها بضلك مثلا مش موفق فيها، لكن انا الفرص اللي بيضيعها ازارو في الفتره الاخرانيه بعد ما كان عامل هداف الدوري لا يعني هو لازم يعمل وقفه مؤثره كمان، يعني فرص طبعًا مؤثره كمان طبعا مؤثره. انا بقول لك بطولات يعني بطولات بالظبط. فهو لا لازم يشتغل على نفسه اكتر من كده، لازم يشتغل على المرمى اكتر من كده، لازم يركز. انا ما ينفع اقول لك حاجه، يعني مثلا اللعبه بتاعت امبارح بتاعت قفشه اللي عدت وهو راح معديها، جون عالمي كان، والجول مفتوح قدامك يا قفشه، دي التركيز. انا هحطها في حته، ده كان هيبقى جون عالمي جامد جدا طبعا. هو يعني احمد الشيخ عاملها كويس قوي، وهو راح كمان ساحبها برجليه خلاص، طلع الناس كلها بره، والحارس صح في وسط المرمى، ما احطها هنا او احطها هنا، التركيز. كلنا زعلنا طبعا، لان جول كان هيبقى جول جميل جدا وجول مهم جدا، وجول لما بيبقى انت كسبان متقدم بهدف وبتجيب الهدف الثاني المباراه تخلص. علي فرج علي فرج زعل، علي فرج امبارح علي فرج امبارح عامل جيم كويس قوي، عامل في بصراحه يعني بمناسبه يعني هنتكلم في جزئيه الحراس ونطلع فصل ونرجع نتكلم على افريقيا. جزئيه الحراس ما شاء الله في حراس فرقوا كتير جدا مع انديتها، زي علي فرج بيفرق كتير قوي مع طبعا علي فرج في الحراس اللي عندهم خبرات. والحقيقه يعني علي فرج لعب لانديه كتير جدا، ومش لعب مشاركه، لا ده كان ليه دور كبير جدا في مثلا حرس الحدود انه ياخد بطولات. بالظبط بالظبط يعني ما شاء الله عليه. طبعا يعني صدد امبارح ضربه جزاء يعني طبعا لا طبعا الحارس اللي انا برضك الحقيقه ماشي بشكل كويس قوي السنه دي، ابو جبل انا طبعا لا صح يعني بنتفق مع ابو جبل، انا كاتب ابو جبل بنتفق عشان بس الناس ما يقولوش ان احنا هنا متحيزين، لا بالعكس والله انا كاتب ابو جبل عشان اسال الكابتن رمضان تحديدا. ما شاء الله لما يبقى عندك منافس مع الشناوي او هما الاثنين بينافسوا بعض طبعًا. حاجه الشناوي ما شاء الله نمسك برضو الخشب طبعًا. حاجه جميله جدا وكبيره جدا. الشناوي ابو جبل كمان في الماتش اللي فات كان ما شاء الله، يعني ربنا يحميه، بيصد بايد واحده وبيطلع انقذ الزمالك من فرص كتير محققه. ابو جبل الحقيقه لازم اشاده بيه، لانه عامل مباريات على مستوى عالي جدا بقى، عمل اطمئنان كمان لدفاع النادي الزمالك والفرقه نادي الزمالك، لان الفتره اللي قبل كده الحقيقه كانت العمليه صعبه جدا الحقيقه. فطبعا الشناوي في احسن فترات حياته، وصل لفورمه ما شاء الله، يعني ربنا يحميه وربنا يحفظه، لان هو وصل لفورمه اعتقد ان يعني الوحيد ممكن اللي وصل لنفس الفورمه دي كان عصام الحضري، لان عصام ده بيتمرن بشكل يعني رهيب. الشناوي وصل للفورمه دي وبقى في اطمئنان وفي ثقه بالظبط، يعني حتى انت كجمهور النادي الاهلي او مثلا الجهاز الفني او اللعيبه مدافعين او الفرقه كلها، لا بقى في ثقه وفي اطمئنان ان انت عندك حارس عملاق بالظبط، مش حارس يعني كويس، لا حارس عملاق الحقيقه الشناوي. بالظبط بالظبط، يعني الشناوي كان حارس ثالث في النادي الاهلي او رابع، طلع دور على نفسه بتروجيت او اعتقد كان قبل بتروجيت كان في نادي تالي لعب الحرس باين الشناوي، لا هو لعب بتروجيت قبل بتروجيت تقريبا، جيش طلع جيش طلع جيش وبعد كده بتروجيت وبعد كده رجع الاهلي تاني برضه. ابو جبل كان الحارس الثالث سبحان الله يعني. لا بص، هي طالما انت بتشتغل على نفسك، تدريب بالذات او اللعيب بالذات، طالما بتشتغل على نفسك ومحافظ على نفسك وعايز تزود مستواك هيزيد. اهم حاجه ان هو يحافظ على نفسه طبعا 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 طبعا. لا بصراحه يعرف ان هو لعيب كوره، يعرف واجباته ان هو لعيب كوره والتزاماته ان هو لعيب كوره. اصل بص هقول لك حاجه يا حميد، يعني للاسف الشديد في مشكله، انت النهارده لعيب الكوره المحترف ده مثلا انت هتلعب كام سنه يا عم؟ هتلعب 10 سنين؟ هتلعب 12 سنه؟ طب ما اركز هنا في ال 10 سنين 12 سنه، وبعد ما اخلص دول تبقى يا عم روح اعمل اللي انت عايز تعمله. انا زي الكابتن حسن حمدي وهو مدير كوره واحنا بنلعب،
قال لنا كلمه انا على طول بقولها للعيبه بتاعتي. قال لك انت بعد كده تقدر تعمل كل حاجه الا انك انت تلعب كوره. بالظبط. يعني والكوره خلي بالك ايه، كوره ممتعه. يعني انا مثلا بشتغل شغلتي لعيب كوره وفي نفس الوقت ده متمتع. بالظبط. فلا تستاهل اللي انا اقفل على نفسي، تستاهل ان انا تضحيات كتيره جدا. ده مش تضحيات كمان في سهر او بتاع، لا ده تضحيات في الاكل، تحافظ على نفسك في حاجات كتيره، في حاجات كده ازاي بتمرن وازاي لما يكون عندي حاجه ناقصه لا بزودها. ده مهم، مهم جدا جدا جدا. صح. انا اقول لك حاجه بحميده يعني سريعا كده. اتفضل. انا احكي لك حاجه عن نفسي. اتفضل. يعني انا كان معانا الكابتن جوهري الله يرحمه، طبعا مدرب العملاق، فكنت بلعب اساسي وبعدين الصبت. ف قعدت فتره مش عاوز يدخلني ال 18، قلت ايه ده؟ فتره كبيره. فقلت دخلت له جوه، قلت له يا كابتن هو انا ما بخش 18 ليه؟ ما بخشش القايمه ليه وبتاع وما بلعبش ليه؟ فقال لي يا رمضان في حاجات ومش عارف ايه بتاع. فقلت له طب ماشي، بس انا يا كابتن الفتره اللي جايه دي هلعب اسبوعين ولا حاجه وهلعب. انا رحت اتمرنت لوحدي، يعني اتمرن معاهم واتمرن لوحدي. فجينا في تمرينه، في دماغك خلاص. جينا في تمرينه، فهو ايه انا موجود مع الفرقه الاحتياطي في الشوط الاولاني، بس انا كنت خلاص بقى مكسر الدنيا يعني الحمد لله. فجي راح هو نقلني في الفرقه الاساسيه، بس ما خدش باله ان هو نقلني. فبيقول لهم بقى، بيكلم الفرقه الاساسيه بيقول لهم بقول لكم ايه، مش قاعد يشد شويه كده، قال لهم ما تشوفوا رمضان السعيد في الفرقه الثانيه بيعمل ايه وانا جنبه. فخلاص انا دوست واهتميت، لعبت. تكبر المدرب انه يلعب، تكبر المدرب انت تلعب. لكن حد يقول لك بقى ده المدرب مضطهدني، ده المدرب مش عارف ايه، وبتستسلم ليه بتاع ايه؟ صح. الحاجه الثانيه في الاحتراف لازم يبقى في تضحيات كتيره جدا جدا جدا. صح. في سهر وفي اكل وفي شرب في تمرين، انا لازم اتمرن، لازم اتمرن بشكل قوي جدا جدا. صح. جدا. صح صح. كل حاجه لها تضحيه، بالذات كره القدم تضحيتها كبيره جدا، بس في الاخر بتكون نجم كبير جدا. هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الكبير اللي مشرفنا في الاهلي الكابتن رمضان السعيد، ونتكلم عن الملف الافريقي. بحضراتكم من جديد، لسه متواصلين معاكم ومنورني مشرفني الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي. ده التعديلات دي يا كابتن، يعني احنا كده هنلعب بقى مباراه المقاولين وبعد كده انبي وبعد كده النجم الساحلي، صح كده؟ المقاولين قبل المقاولين الماتش اللي جاي، وبعد كده يوم 22 يناير مباراه انبي 7:30. هو عموما المباراتين دولت مباراتين مهمين جدا، خلي بالك. يعني هيدخلوك، يعني انت كنت هتلعب مقاولين تلعب النجم الساحلي. كده كده احنا ضغطنا جدا كده. ضافوا ام. يعني انا شايف ان مباراه المقاولين بالذات طريقه لعبهم حتى زي شبيهه لطريقه لعب النجم الساحلي، اعتقد ان المباراه دي تبقى مهمه جدا بالنسبه لنا. احنا عندنا يوم 19، النهارده 16، الجمعه 17، السبت 18، لحد 19 هنلعب مباراة المقاولين. 19 3 ايام، 20 21 22 نلعب مباراة انبي، وبعد كده نلعب مباراة النجم الساحلي. سبعة. سبعة. ده طبيعي؟ يعني طبعا مضغوطة، لكن أنا بقول لك إن يعني مباراة المقاولين بالذات أنا شايفها إنها تبقى مفيدة جدا جدا. إحنا مباراة النجم يوم إيه يا جماعة؟ أكدوا عليا. راحت لسبعة باين؟ نجم الساحلي. يا كابتن، اتفضل. ف شبيهه بالظبط التكتيك اللي بيلعب بيه النجم عماد النحاس، بيلعب بالشكل دوت، بيقفل وبيلعب على مرتده، واعتقد ان فرقه النجم هيشتغلوا معاك كده. طيب الضغط في المباريات دي يا كابتن عادي ولا انت كمان كجهاز فني تبقى انت مخطط؟ يعني طبيعي جدا ان انت بتبقى بتنزل. هي اهم حاجه ما تعمليش مفاجاه، ما تفاجئنيش. ما كده احنا اتفاجئنا يعني. طبعا هي بس دي المشكله الوحيده. لكن انت لو حاطط لي حتى كل ثلاث مباراه وحاطط لي جدول ومثبت الجدول دوت ومسكنه،
خلاص ما فيش مشكله، انا هعمل حسابي كمدير فني عليه، لكن ما تجيش تحط لي بقى مباراه في وسط جدول انت كنت حاطه قبل كده. لكن احنا دلوقتي يا عبد الحميد برضك هي في نقطه مهمه جدا، خلي بالك نقطه الاجهزه اللي هي بتاعت الاستشفاء. اجهزه الاستشفاء دي انت عارف بتخش جهاز 3 دقائق تلج ده بتطلع منه يعني كانك ما لعبتش يعني. فبرضك احنا نقدر احنا نتعامل مع الاستشفاء بشكل المهم ده، لان مهم جدا جدا حته الاستشفاء، واحنا الحمد لله قادرين الحمد لله وعندنا الحمد لله، فنقدر ان احنا نتخطى حته الضغط المباريات دي. ماشي مع ان هو مش يعني مش شايف ان هو صح بصراحه، لان انت هي بس انت حطيت لي مباراه ما كانتش موجوده، وانت هتلعب مباراه كبيره جدا، مباراه حاسمه كبيره كمان. طبعا مباراه فاصله بالظبط بالظبط يعني الطبيعي اكيد حضرتك طبعا يا كابتن سيد اللي عارفين انك بتبقى مدير فني بتعمل يعني يعني عد تنازلي، يعني انت عندك مباراه النجم بتشوف بقى قبليها تعمل عندك كام تمرينه كام يوم، ماتش المقاولين في بعد ماتش المقاولين عندك لغايه لما توصل لليوم النهارده اللي هو يعني النهارده. يعني يمكن اقول لك حاجه يا حميد وحاجه مهمه جدا كمان واعتقد ان مستر فايلر الحقيقه هيعملها، ان هو يلعب المقاولين ويعمل تدوير في مباراه انبي يوم 26 بالظبط مباراه يعني النجم الساحلي، يعني يشتغل مباراه انبي ممكن يعمل لك اضافه مثلا لاربع خمس لعيبه ولا في مشكله خالص والامور هتمشي بشكل كويس. ماشي يا كابتن، انا عشان بس خاطرك انا مش هتكلم لان انا كده هنعمل ايه، ما هو اصل خلاص اتنين يعني هتلعب يوم 22 تلعب يوم 26 اربع ايام. هو كان في اللائحه قبلها باربع ايام على ارضك، ماشي مفيش مشكله يعني لما نيجي نتكلم هيقول لك اصل اللوائح، ماشي مفيش مشكله، بس ما تحطليش حاجه يعني مفاجاه بس مش هي أكتر. هي دي بس مش اكتر. لكن لو كانت في الدوري كنا نتعامل بالزبط. عندك مقاولين ماتش مش سهل خالص، طبعا هتريح يومين وتلعب ام بي ماتش مش سهل خالص، هتريح 3 ايام وتلعب النجم الساحلي ماتش مش سهل. انا في رايي المباراه دي مباراه النجم الساحلي دي اهم مباراه الموسم طبعا للنادي الاهلي، اهم مش يعني بيسيبك بقى الدوري والكاس ومش عارف ايه، دي اهم مباراه في الموسم مباراه النجم الساحلي. بالظبط يا كابتن، بس حضرتك كابتن عارف برضو ان انت كمدير فني النادي الاهلي او كنادي اهلي انت مطالب انت تكسب كله طبعا، وبعدين كله طبعًا. كله هيصب لك على النجم الساحلي، لا قدر الله لا قدر الله يعني تعادلت مش عارف ايه، كله نفسيات اللعيبه اللي كنا لسه بنتكلم فيها من طبعًا. شويه طبعا. فحضرتك يعني ما لازم ما تفاجئنيش بالظبط، ما تفاجئنيش ان انت تحط لنا مباراه انبي فريق انبي مش صغير ومش سهل مع الكابتن حلمي طولان كمان بقى ليه شكل تاني خالص طبعا. ف ما فيش حاجه نقولها، مش حاجه نقولها، ربنا يسهل، ربنا يسهل وهنقدر نشتغل 3 مباريات ان شاء الله بشكل كويس. ماشي، خلينا نروح للاهلي افريقيا يا كابتن رمضان، لسه كنا بنتكلم اهو، الاهلي طلعنا من مباراه بلاتينيا، المجموعه اتعقدت قوي بعد كمان مكسب نجم الساحلي الهلال في السودان، الهلال كان كسبانه في تونس، المجموعه اتقلبت. شايف كنت متفائل ان النجم يكسب الهلال؟ كنت متوقع؟ لا صح؟ طبعا انا الاداء اللي انا شفته الحقيقه في مباراه النادي الاهلي في تونس مع النجم، اعتقد ادائهم ما كانش يدي لك الاحساس مثلا ان هم يروحوا للهلال مثلا في السودان ويكسبوا. لا الاداء ما كانش كده خالص، لكن طبعا مكسبهم فعلا صعب الامور بشكل كبير جدا، صعبة على علينا احنا والهلال تحديدا طبعا، لكن هو خلاص كده متهيألي هو شكرا. لا هو خلاص هو كده عدى، هيلاعب الفرقه اللي هي البلاتينيوم. لا هو عدى خلاص، ده حتى خد اول كمان بالظبط، يعني احنا بنلعب على الثاني، يعني نبقى الثاني. بس هي فيها ميزه، فيها حاجه يعني، هي فيها دوشه ومش عارف ايه وحسابات وبتاع، لكن انت مجرد ان انت بتكسب الهلال خلاص، يعني لو الهلال مثلا الماتش الاولاني انت لو كسبته خلاص بقى الهلال ضربته وخلاص، فتبقى دخلت يعني ثاني الماتش الثاني قصدي حضرتك بعد الماتش هو احنا هنلعب النجم الاول وبعدين هنلعب الهلال. انا بقول لك لو انت الهلال ده هو الاول والنجم بعد كده كنت خلاص، مجرد انت تكسب الهلال يبقى انت دخلت خلاص حسابيا، يعني هتبقى انت عندك 7 وتكسب 3 يبقى 10، هم لما يكسبوا هيبقى 9 صح، لما يكسبوا بلاتينيوم هيبقى 9، فهي الامور يعني في ايدينا الحمد لله وربنا يوفق، لكن هي مباراه بلاتينيوم ادائنا فيها والنتيجه السلبيه، انا في رايي هي نتيجه سلبيه رغم ان احنا واخدين بونت فيها، لكن هي نتيجه سلبيه. هي طبعا حطتنا في الوضع دوت. لكن الموضوع مش صعب يا كابتن. لا لا
لا مش صعب ولا شايفها صعوبه نسبيه؟ لا لا انا مش شايفها صعبه، لان انا بقول لك احنا يعني ممكن المتابعين وجمهور النادي الاهلي ممكن يبقوا زعلانين من ادائنا في بلاتينيوم الحقيقه، ورغم ان احنا راجعين بقول لك في بونت، يعني احنا مباراه النجم الساحلي احنا راجعين بهزيمه وفاقدين الثلاثه بونت، لكن الناس راضيه بالظبط، لان احنا ادينا اداء هايل. احنا بنلعب 80 دقيقه ناقصين لعيب، ده خلي بالك عشان تعمل بقى استحواذ وانت ناقص لعيب و80 دقيقه، لا ده كان قمه الفورمه وقمه التركيز من اللعيبه وقمه التركيز من الجهاز. كانت مباراه كان بينقصها بس ان احنا ممكن نجيب جول يبقى حتى نطلع متعادلين يعني. صح. هي مباراه الاهلي والهلال هي اللي تحسم طبعا، يعني طبعًا. حتى لا قدر الله حصل حاجه يعني طبعا ان شاء الله مش هيحصل، ان شاء الله هنكسب ان شاء الله، احنا هنكسب النجم، لكن انا بقول لك بس لازم تكسب الهلال، الحسابات بتاعتها كده يعني. انت حتى لو كسبت النجم لازم تكسب الهلال برضه. ما انا بقول لك او يعني تتعادل يعني. لا تتعادل تتعادل يعني انت لا بس انت تكسب تتعادل يعني تكسب النجم يبقى خلاص هم طلعوا بره خلاص. لكن انت حتى مجرد مكسبك للهلال خلاص يعني بالزبط. انت احنا 7 بونت هنوصل 10 بونت، هم 6 بونت هيكسبوا بلاتينيوم يبقى 9 بونت، انت خلاص داخل. لكن احنا بنقول لا احنا كمان ان شاء الله باذن الله النتيجه اللي هي اتعملت سلبيه في مع النجم في تونس، اعتقد ان احنا هنعوضها هنا ان شاء الله باذن الله، وهنعمل جيم كويس ونكسب المباراه. تمام تمام. لكن انا كنت بقول لحضرتك هو الاهم ان انت ان شاء الله ان شاء الله طبعا مش هيحصل ما نخسرش من الهلال باي حال من الاحوال، حتى لو كسبت النجم لازم انت مطالب بنتيجه ايجابيه في طبعا. لكن لو خسرت من النجم انت برضه مطالب ان انت تكسب الهلال بس. بالظبط مش كده الحسابات؟ طبعًا. صح طبعا طبعا كده يعني حتى لو خسرنا من النجم وتكسب الهلال تصعد، مجرد تكسب الهلال تصعد خلاص، لو كسبنا لازم نعمل نتيجه ايجابيه برضه مع الهلال. لكن احنا ان شاء الله باذن الله هنكسب الماتشين ان شاء الله باذن الله باذن الله. اتكلمنا عن مباراه بلاتينيوم خلاص وقلنا انها كان ليها ظروف خاصه جدا طبعًا. واعتقد طبعًا. ان هي جت في وقتها كابتن رمضان ان انت تفوق قوي، بس في حاجه اتفضل يعني حاجه مهمه جدا يا عبد الحميد اتفضل. احنا لازم يبقى درس، احنا فقدنا البونتين دولك عشان احنا مفيش تركيز، مفيش ممكن كمان يبقى حته الاجهاد شويه، حته اللعيبه مش مقيمه المباراه صح، مش مقدرين المباراه صح، اللعيبه مستسهله المباراه، الحاجات دي كلها تتحط. لكن انا ما ينفعش ابدا باي شكل يبقى ادائي في اداء النادي الاهلي، اداء النادي الاهلي يبقى بالشكل دوت في مباراه بلاتينيوم. طبعا اللعيبه كسرت في المباراه دي بشكل كبير جدا جدا جدا، لان احنا الطبيعي يعني ان احنا رايحين ناخد 3 بونت ونرجع طبعا عشان طبعا انا يعني دايما بقول مع احترامي طبعا لكلام حضرتك، يعني بقول حته تقصروا دي انا ما شفتش حد بقى متعمد تقصير. لا مش ما انا بقول لك، لا انا بقول لك اصل انت اقول لك حاجه، لما يبقى حميد تبقى مقيم مثلا الفرقه الثانيه ان مثلا هتاخد 3 بونت سهل، لما تبقى مثلا التركيز مش هو، ما الحاجات دي كلها بتخش. انا مش بقول لك لعيبه الاهلي بتاثر، لا حضرتك طبعا عارف لعيبه النادي الاهلي يعني بالزبط. في اي مباراه في هنا في كاس عالم انديه في كاس في دوري، لا بس انا بقول لك المباراه دي تبقى درس، لان صح. احنا ما ينفعش يا عبد الحميد الموسم ده ان شاء الله باذن الله نخرج بره البطوله، احنا لازم ناخد البطوله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. طبعا. طب شايف الصعوبات اللي ممكن تقابلنا في البطوله دي ايه؟ والله باذن الله يعني باذن الله بافتراض ان احنا ولا خلينا في وقتها. لا ان شاء الله باذن الله احنا هنعدي الدور هنوصل ان شاء الله باذن الله، لكن هي فيها برضك فرق تقيله، الترجي فرقه من الفرق التقيله اللي انت لازم تعمل حسابها بشكل كويس قوي، لان الترجي برضو واصلين فورمه بقى لهم موسمين فورمه ثابته، وبيعمل طبعا حصل البطوله موسمين ورا بعض، وده طبعا انجاز كبير جدا جدا، اعتقد هتبقى الترجي العقبه اللي هي ممكن احنا نقابلها يعني. هو الاهلي دايما مع الفرق الكبيره كابتن رمضان بيبقى ليه شخصيه. بالظبط بالظبط ليه شخصيه بالظبط يعني، وانت حتى انت حتى ما بتبقاش محتاج ان انت تدي مثلا دوافع للعيبه في المباراه القويه، لا اللعيبه عارف ان انا عندي مباراه قويه وهو عنده دوافعه وعنده عاوز يكسب والحاجات دي كلها، عكس لما بتبقى الفرقه مثلا زي بلاتينيوم دي، احنا انا في رايي ان احنا يعني اللعيبه ممكن تكون قالت احنا لا هنروح نكسب الثلاثه بونت ونرجع بسهوله وهنكسب المباراه بسهوله، عشان كده احنا كنا بره فورمتنا خالص، وبره يعني ده في فرق كمان انت بعيد عن مستواك، وفي فرق ان انت في لعيبه ما دخلتش المباراه. صح
ما دي ده اللي دايما بشوفه، يعني ازاي تسعه بنخرج كلنا. انا حصل لي كده مع النادي الاهلي بصراحه في افريقيا، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. تحس انت جالك حاله كده مش عارف تطلع منها. بالظبط، ان شاء الله باذن الله ما تتكررش تاني. ونقدر ان احنا نكسب النجم ونكسب الهلال ان شاء الله باذن الله. وعشان انا برضك بكرر للعيبه النادي الاهلي، وبكرر طبعا الحقيقه للجهاز الفني الهايل الحقيقه، ان احنا بطوله افريقيا الموسم ده مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. بيشكل الكلام ده ضغط نوعا ما على فايلر يا كابتن رمضان؟ يعني هو الحقيقه الراجل يعني الفترات اللي فاتت دي كلها انت بتحس ان في مدرب مختلف عن كل الحقيقه المدربين اللي جم في اخر 3 مواسم ولا حاجه. فهو لا، المفروض ما تشكلش ضغط عليه، لان هو حتى من النوعيات الهادي، يعني ما بيتنرفزش ما بيتعصبش، بالعكس. يعني انا من افضل المديرين الفنيين الحقيقه اللي شفتهم بيديروا 90 دقيقه في المباراه، ما بيفقدش تركيزه خالص، ما بيتعصبش. عشان كده هو هدوءه حتى بيديله كمان ان هو بيقدر يعمل تغييرات، الحقيقه تغييرات مهمه جدا في المباراه. صح صح جدا جدا. كمان هو بين الشوطين تحس ان الاهلي اختلف في الشوط الثاني. بالظبط، وده الكوتش. ما ده مهم جدا. طبعا هو وده عنده دي عاليه قوي، خلي بالك. والهدوء اللي هو فيه اثناء متابعته وادارته للشوط الاولاني او ادارته للمباراه، بالظبط، هي دي اللي بتديله الافضليه دي. بالظبط، ان هو بيعرف ازاي يعمل تغييراته، بيعرف ازاي يغير شكل الفرقه ما بين الشوطين، وده في مباريات كتيره جدا حصلت. فاعتقد ان هو الراجل ما فيش ضغوط عليه ولا حاجه. في مباراه بلاتينيوم تحديدا الجماهير خافت من تكرار سيناريو سان داونز، جالك الاحساس ده ولا كان بعيد الموضوع؟ لا، هو ده يعني هقول لك حاجه، كان مزعج. انت رايح سان داونز فرقه تقيله، انت عارفها ان هم فرقه تقيله. بالظبط. فلا، لكن مباراه زي دي واحنا نتعرض للهجمات ديت ونتعرض للخطوره ديت وفي مساحات ومفيش مسانده والدفاعيه مثلا في الجنب مع علي، مفيش حد. فاجئونا هم كمان ضغطوا. طبعا ضغطوا علينا. ده كان متوقع كابتن رمضان، لان هم كان يعني فرصتهم الاخيره. طبعا فرقه ما فيش اي حاجه بالنسبه لهم، اي حاجه خالص، اي ضغوط عليهم خالص. فبالتالي هم لعبوا مفتوحين ولعبوا وضغطوك والحاجات دي كلها، وانت ما كنتش متوقع كده خالص. يعني بالعكس، انت كنت احنا متوقع ان هم هيفضلوا في نص ملعبهم وهيلعبها مرتده. بالظبط. لا، ده هم ضغطونا ضغط متقدم. كمان يعني دفاع متقدم كمان. الجماهير برضو قلقانه لسه يا كابتن رمضان، مع ان الاهلي دايما احنا بنراهن عليه. وانا دايما بطمنهم بصراحه، يا جماعه ده احنا الاهلي. يا جماعه اصل يا كابتن، اختلافنا في افريقيا زي ما حضرتك بدات. اختلافنا في افريقيا غير الدوري. هل فعلا يعني مش عايز اقول بس فايلر زي ما حضرتك بتقول اقنعنا كلنا؟ لا طبعا، واقنع كمان وطور وحاجه طبعاً جميله جدا. طبعاً. فهل فعلا هو الشكل الافريقي مختلف عن الشكل الدوري؟ يعني بص، انا اقول لك الشكل الفني قصدي. انا اقول لك حاجه يا حميد، يعني يمكن لو انت جبت ال 10 دقائق الاخرانيه في مباراه طنطا، انا ماليش دعوه بمستوى طنطا ايه، لكن هم فرقه كانوا مؤثرين وكل حاجه. طنطا الزمالك كسبها بصعوبه يا كابتن. يعني ما انا بقول لك، فرقه كانوا كسبين الزمالك 2-0. بالظبط. الزمالك فرقه مش سهله ولا صغيره. بالظبط. عشان كده انا بقول لك ايه، بقول لك انت لو جبت ال 10 دقائق الاخرانيه اللي في 90 دقيقه وعملت لهم تقييم وجبت لعيبتك بقى تشتغل بالشكل دوت، لا ده انت لو بتلاعب بقى ترجي، بتلاعب وداد، بتلاعب مش عارف ايه، لا يعني مهم جدا بس ان احنا نبقى مركزين، ومهم جدا ان يوصل للاعبتنا. واعتقد ان ده واصل طبعا بنسبه 100% ان احنا بطوله افريقيا الموسم ده يعني في اهميه كبيره جدا جدا. الجمهور النادي الاهلي متعطش للبطوله جدا. طبعا طبعا. فاعتقد ان اللعيبه هيبقوا مقدرين الحقيقه النقطه ديت بالذات في الموسم ده. احنا موسمين ورا بعض بنوصل نهائي وما بتحصلش عليها البطوله. فدي كمان لا، يعني الموسم ده لازم نركز فيه في مبارياتنا ان شاء الله باذن الله، عشان في الاخر نحصد البطوله ان شاء الله. تقعد تفكر كده ايه اللي بيحصل، وايه يعني بيبقى في فرق ثواني بين تغيير اداء النادي الاهلي. يعني في مباراة بلاتينيوم انت ثانية بقيت ليدنج على بالزبط. المباراة وجبت بالزبط. هدف وجبت التاني. وفجأة حصل لك داون تاني، نزلت تاني بمستواك جدا. مباراة طنطا برضو نفس الريتم وفجأة عليت قوي قوي قوي. يعني بص، انا هقول لك حاجة، هي ليها دخل كبير جدا جدا في اللعيبة.
انا النهارده ما انا ال 10 دقايق اللي انا اديتهم دولت، طب ما انا اقدر ابدا بيهم، ما اقدر اركز، اقدر اضغط بالشكل ده، اقدر اتحرك في التلت الهجومي بالشكل اللي انا اتحركت فيه. ما بتحركش قدام عينين المدافعين على طول 80 دقيقه. لكن الشغل بقى، الربط اللي كان موجود في ال 10 دقايق دولت، دول يعني من افضل 10 دقايق مثلا للنادي الاهلي الموسم ده. لانك انت عملت صح. عملت كل حاجه في الكوره، صح، كل حاجه في الكوره عملتها، صح. تعال نرجع لبادجي المهاجم الجديد يا كابتن، اليو بادجي المهاجم السنغالي الجديد. هل فايلر ممكن، او التعامل معاه يكون حساس جدا؟ لاعب عنده 22 سنه لسه جاي النادي الاهلي، ما يعرفش ضغوطات النادي الاهلي وجماهيره، ما يعرفهاش خالص. فالتعامل معاه يبقى بمنتهى الحساسيه. اكيد فايلر هو بيعرف يتعامل طبعًا فنيا طبعًا مع اللعيبه يعني، او نفسيا مع اللعيبه. هل ممكن يفكر ان هو يشركه في مباراه انبي، يديله جزء على سنايش يشركه في مباراه النجم الساعه؟ هل يعني وارد الكلام ده؟ وارد طبعا، وبنسبه كبيره جدا جدا الحقيقه. ياخد اجزاء في المباراتين الحقيقه، اذا كانت مباراه المقاولين او مباراه انبي، وانت بتعده لمباراه النجم، لان هو زي ما قلت لك عنده حاجات. هو طبعا احنا لازم في تقييمنا نقول ان مروان رجع لنسبه من مستواه. انت في اربع مباريات مسجل، بيسجل غير مروان. لا، مروان جات له فتره برده كان اداء سلبي الحقيقه، لكن لازم يبقى المنافسه دي موجوده. يعني الحقيقه بادجي انا شفت له زي ما قلت لك يا حميد جزء اهدافه، لا عنده حاجات طبعا. يعني اولا الجامب بتاعه في قوه، في قوه كبيره جدا جدا. طالع كمان ازاي يعني؟ لا اكيد هيقيد في القائمه الافريقيه طبعا يعني، طبيعي طبعا طبعا طبعا. طبعا يعني ممكن يبقى ليه فرصه اكيد. انا اعتقد ولا فايلر هيبقى لا 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 اعتقد شوية. لا لا هو هيجهزه وهيديله اجزاء في المباريات دي. لكن يعني ان شاء الله يبقى اضافه. لكن احنا رمضان. احنا محتاجينه الحقيقه، محتاجينه يبقى اضافه قويه للتيم النادي الاهلي. الاهلي والزمالك وشويه هيتاجل، شويه هيتلعب، شويه مش عارف ايه. شايف برضو التاجيلات ازاي في مباراه الاهلي والزمالك تحديدا؟ يعني الاهلي والزمالك يعني نلعب سوبر، معلش احنا جمهور، بعد كده نرجع نلعب برضو من غير جمهور. احنا بص هقول لك حاجه يا حميد. يعني احنا اهلي وزمالك اللي كان المفروض في الاسبوع الرابع، احنا ما كانش في اي معوقات ان المباراه تتلعب خالص. ما المباراه كانت اتلعبت وخلاص. ان تحط يعني دايما لما بتحط مواعيد وبتحترمها خلاص، هي دي المسابقه، وهي دي اللي بتقوي المسابقه يعني، وبتساعدك بقى في حاجات كتيره جدا. لما بتحط مواعيد وتنفذها وبتلتزم بيها، ولازم تتلعب، ولازم كل الناس تلتزم بيها، خلاص يبقى هي دي المسابقه، بتبقى قويه والمسابقه تبقى محترمه، والناس تتابعك والناس صح. يبقى في عداله. طبعا طبعا في عداله، يعني في عداله. انت كنت ممكن تلعب الزمالك، كان لسه مستواه دلوقتي الزمالك يعني. طبعا ان شاء الله نكسب برضه يعني، ما تقلقوش. بس برضه يعني ان شاء الله ممكن كنت تكسب باريحيه. تعال نرجع يا كابتن لمباراه الاهلي والمقاولين. قبل ما نروح لمباراه الاهلي والمقاولين، تطبيق الفار او الفار اللي هيطبق خلاص، عشان كانتريك قال ده فار مش بقى. هو بصراحه شايف ان هو هيكون ناجح في الدوري المصري، ولا في ناس كان معايا الاستاذ خالد الاتريبي باين الحلقه الاسبوع اللي فات، قال ممكن حد يدخل. لا مش استاذ خالد، كان معايا ضيف كريم قال ممكن حد يدخل اوضه الفار ويقبض على الناس اللي جوه ولا يضربهم. يدخل قطه. فهل هينجح التطبيق ده ولا يبقى ايه ظروفه؟ والله المفروض ان في كل العالم يعني نسبه العداله زادت. انا مش هقول لك ان نسبه العداله مثلا اختفت، يعني مثلا بقت الاخطاء اختفت. في اخطاء في الفار الحقيقه، لكن بتقل بشكل كبير جدا، وخصوصا في الحاجات اللي هي مهمه، الجول، الاوفسايد، المش يعني ضربات الجزاء، ضربات الجزاء، الحاجات اللي هي كان بقى فيها ايه يعني جدل كتير جدا جدا في مباريات كتيره جدا في الدوري المصري، كتيره جدا. فلا هيبقى مهم جدا. هو يطبق الفار في مباراه السوبر الاهلي والزمالك في الامارات ان شاء الله. انا في رايي ان هيبقى هيوجد عداله، يعني مش هقول لك عداله اللي هي يعني اللي هي بتنهي كل المشاكل، بس بنسبه كبيره، بنسبه كبيره، بنسبه كبيره. لانك انت في الدوري الانجليزي الفار في حاجات بيغلط فيها، مش عارف ازاي. مش عارف ازاي.
يعني في حالات بتبقى يعني في ضربات جزاء تبين قوي ضربات جزاء يقول لك لا مش ضربه جزاء. مانشستر سيتي كان فيه بالظبط في مباراه ليفربول كانت قريب يعني اعتقد كان ممكن مثلا ضافر مثلا اللعيب هو الاوفسايد ضافر رجله مثلا لا ما هي الكوره مش كده بقى كمان يعني يا جماعه لا حسبوها اوفسايد حسبوها اوفسايد الراجل خط بقول لك ضافره يعني لا بس بتدي عداله يا كابتن برضه يعني هي هي بتقتل المتعه شويه نوعا ما طبعا وبعدين انا اجيب جول يا عبد الحميد وبعدين افرح وبعدين استنى اللعيبه دلوقتي ما بيقوش يفرحوا غير لما الحكم يصفر دي اللي رخمه فعلا رخمه افضل اجري وبتاع واتنطط في اخر اوف سايد عملت سبرنتات على الفاضي تعال نتكلم بشكل اخير لانه وقتنا خلاص يعني قرب على الانتهاء مباراه الاهلي والمقاولين وازاي عماد النحاس حافظ كل كبيره وصغيره كان لعيب كبير في النادي الاهلي عارف مداخل اللعيبه عارف كمان الاعمار ممكن يتعامل معاها ازاي المباراه صعوبتها من ناحيه عماد النحاس يا كابتن رمضان هي من ناحيه عبد الحميد عماد النحاس دي حاجه الحاجه الثانيه الفورمه اللي فرقه المقاولين واصله لها وصل لفورمه بدنيه وبيطبقوا الحقيقه التكتيك اللي بيشتغل بيه عماد معاهم واللي بيتمرنوا عليه حاجه نموذجيه الحقيقه ومعاه توفيق كمان ما شاء الله طبعا ما شاء الله عمده مسك الخشب هو عمده عشان عارفك بتقلق طبعا بس ممكن ماتش الاهلي مش هنمسك الخشب لا 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 احنا ماسكين الخشب لغايه ماتش الاهلي بس فلا يعني هو تيم مباراه مهمه جدا هو الحقيقه بيشتغل بشكل الحقيقه بيقفل مساحات بشكل قوي جدا 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 ولكن بيعرف يعمل الهجمه المرتده كويس قوي يعني مش مثلا ايه نسبه نجاحه في تنفيذ الهجمه المرتده عالي جدا جدا مش بيعمل واحده اثنين ثلاثه لا ده على طول وهو على طول بيستخلص الكوره في الثلث الوسطاني بيعرف يتحرك في مساحات وبيعرف يعمل الهجمه المرتده وعنده نوعيات اللعيبه طبعا اللي عنده كده. عنده سرعات وعنده الحقيقه لعيبه بردك مميزه جدا جدا فلازم بردك نفس الحكايه عشان كده انا من شويه يا حميد بقول لك ايه بقول لك ان مباراه المقاولين هتبقى مهمه جدا ادائنا في مباراه المقاولين هيبقى مهم جدا لادائنا ان شاء الله باذن الله في مباراه النجم لان نفس اسلوب الحقيقه اللعب اللي بيلعبوا بيه النجم الساحلي تمام فمباراه طبعا قويه ومباراه معاهم مدير فني الحقيقه وكمان في المركز الثاني يا كابتن في المركز الثاني 29 نقطه عايز طبعًا برضو طبعا يعني طبعا اقول لك اكسب او اعمل نتائج ايجابيه طبعا بتقربني وهو بقاله كتير جدا المقاولين مش ما دخلش في المراكز طبعا دي. طبعا هو الحقيقه من الموسم اللي فات هو كان استلامهم كانوا الحقيقه متاخرين جدا عمل معاهم فنش معاهم بشكل قوي جدا وفنشوا في مربع او خامس الموسم ده طبعا هو داخل جوه مربع مستريح لما يوصل 29 بونت يعني انت قريب كمان من انك تنافس أكيد. كل الحاجات دي طبعا لازم تيم النادي الاهلي يعمل حسابه عليها ان شاء الله اكيد تعالى كابتن في عجاله كده نتكلم عن الفرق في عجاله الاهلي خلاص اتكلمنا عليه بما فيه الكفايه المقاولين كمان اتكلمنا عليها الاتحاد السكندري شايفه ازاي السنه دي لاعب 12 مباراه في المركز الرابع وخسران 1-0 من بيراميدز لغايه اللحظه دي عنده 21 نقطه ده او نتكلم عن الزمالك الاول يعني في عجاله كده الزمالك في المركز الثالث لاعب 12 مباراه عنده 24 نقطه الزمالك الحقيقه اداؤه في تذبذب يعني اوقات بيعملوا مباراه كويسه وبعدين يرجعوا مثلا مباراتين ما يبقاش الاداء كويس تمام فدي مشكله الحقيقه يعني يمكن اكتر حاجه بتطمنك كمتابع للكره انك يبقى في ثبات في المستوى انت عملت لو ثبات مثلا اربع مباريات وبعدين مثلا في مباراه في لا ده الزمالك بيعمل مباراه وبعديها مفيش ثلاث اربع ايام مش هو ده الزمالك بقى شكل ثاني فالتذبذب ده طبعا فارق معاهم بشكل كتير جدا الحقيقه تمام. لكن هم عندهم لعيبه كويسه كتير. تمام الاتحاد السكندري عمل بدايه قويه جدا الحقيقه ونتائج ايجابيه وعامل اداء كمان الحقيقه لكن اخر فتره اذا كان البطوله العربيه او المباراه الاخيره ليه الحقيقه لا المستوى نزل شويه تمام بيراميدز مش السنه اللي فاتت خالص بيراميدز ده مش من الموسم اللي فات خالص ورغم ان هو بيمتلك لعيبه يعني على مستوى عالي جدا 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 ويقدر ان هو يخش المنافسه بشكل قوي جدا لكن يمكن ما عندوش استقرار فني الحقيقه في خلال الفتره اللي فاتت ودي فرقت معاه
بشكل كبير، ويمكن كل مدير فني كان حقيقه موجود بيعمل مثلا. انا في رايي ان انا مثلا شفت مباراه لبيراميدز، جون انطوي قاعد بره مثلا. جون انطوي ده يعني مهاجم سوبر، يعني ما يطلعش بره الملعب خالص. لما تطلع جون انطوي ده يبقى في مشكله كبيره جدا، يعني عنده لعيبه مميزه جدا يقدر ان هو، بس للاسف شديد هو بعد طبعا. تمام. حرس الحدود يعني انت عارف طارق العشري الحقيقه مبرمجهم الحقيقه، يعني ما بيخرجوش بره شغله. يعني ان اكتر الفرق اللي في المسابقه بتنفذ شغل المدرب. تمام. بيعتمد ان هو طبعا زي ما بقول لك ان واحد دفاعيه طارق شاطر جدا، بيقفل الملعب بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت عنده برضك بيلعب على المرتده وبيعرف يجيب جوال من المرتده كمان ومن الكور الثابته، فبرضك ماشي بشكل كويس حرس الحدود. تمام. سموحه مشكله كبيره جدا، امكانيات النادي الحقيقه ممكن تحطه في مراكز افضل من كده بكتير جدا. عنده مشكله الموسم دوت ان برضه كانت نتائج فيها الحقيقه، خسر ماتشات كتيره وتعادل ماتشات كتيره، فبرضك ده مش مركز سموحه. وجالهم الكابتن حماده اعتقد، يعني حماده طبعا يعني هو كان معاهم مدير فني كويس كمان، يعني حسن نجم كبير يعني طبعًا. وحماده كمان مدربين اللي هو كان كمان اشتغل معاهم الحقيقه موسم، عمل تاني دوري وتاني كاس بالظبط، فطبعا اكيد هيفرق معاهم بالظبط. الانتاج الحربي الحقيقه يعني انا بقول ان مختار الحقيقه يعني بيعمل نتائج بلعيبه النادي الاهلي، حتى بتفوق لعيبه نادي الانتاج، بتفوق امكانياتهم الفنيه كمان. يعني هم ما عندهمش عناصر كتيره قد ما الجماعيه عندهم، مختار بيعرف الحقيقه يشغلهم بشكل كويس قوي، مجمعين بنات بشكل كويس. تمام. عايز تتكلم على اي فرق من امبي، اسماعيلي، مصري، جونه، مصر المقاصه، طلاع الجيش، نادي مصر، وادي دجله، طنطا، اسوان؟ يعني هو طبعا الفرق اللي هي بتصارع دي بقى فيها مشكله دلوقتي، اسوان وطنطا ودجله. طبعا فيها مشكله. يمكن انا اتكلم بس على التكيس في وادي دجله الحقيقه. يعني انا مش عارف ليه المتابعين لكره القدم في مصر او المحللين او استديوهات التحليل بتقول ان الراجل ده مدرب جامد جدا والحاجات دي. يا جماعه ازاي الموسم اللي فات هو اتنجى من الهبوط في اخر مباراتين مثلا، والموسم ده هو ترتيبه قبل الاخير. ف اولا مثبت نظام لعبه، يعني انا هقول لك حاجه، حته التحضير اللي من تحت اللي بيشرك فيها عبد المنصف، طب ما يا جماعه النادي وادي دجله داخل فيه مثلا بتاع 30 جول غلط من باصات من تحت. وطبيعي خلاص، يعني انا مش كل كوره لازم احضر. وبعدين بيروح مثلا يحضر في الثلث الوسطاني وبعدين يرجع بيها تاني، يبقى متقدم 2-0 وبرضك يبقى بيدير المباراه بنفس النظام اللي هو بيدير بيها المباراه. طب ما انا متقدم 2-0 في شوط، ما انا انزل الشوط الثاني اقفل المساحات والعب انا على المرتده ممكن اكسب المباراه، لكن هو على طول طاير فوق وعلى طول في مساحات عنده بتتوجد طبعا للفرق المنافسه وبيسجلوا منها. في ماتشات كتيره جدا بيبقوا كسبانين 2-0 في الشوط الاولاني او متقدمين الشوط وبيخسروا. بالظبط. شايف ان هو ممكن يبقى في ريسك على عليه السنه دي دجله؟ طبعا. السنه اللي فاتت كنا بنقول كده وقعد وقعد بتطلع الروح صحيح، بس قعد بس لا انت شوف البونت بتاعه كام يا ابو حميد. اقول لك بالظبط دجله 10 نقاط في المركز ال 16. 10 نقاط؟ لا الامور صعبه. 10 نقاط، والجونه في المركز ال 12 عندها 12 نقطه يا كابتن. يعني هو لو كسب ماتش يطلع 13 نقطه، يبقى هم المجموعه السته اللي تحت دول قريبين جدا، البونت قريب جدا من بعضه. اللي بياخد 3 بونت بينط. تمام. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن. ودايما منورنا ومشرفنا، دايما بنتشرف بارائك. ربنا يخليك يا حبيبي. وارائك طبعا مقنعه جدا للجميع الاهلاويه. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا جدا يا كابتن. اشوفك على خير ان شاء الله. شكرا يا حبيبي. دي كانت اولى فقراتنا مع النجم الكبير جدا الكابتن رمضان السيد، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل محمد سعيد وضيوفه الكرام. شكرا جدا على حسن المتابعه ومع الف سلامه. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله في ختام هذا الاسبوع يوم الخميس. وزي ما عودناكم كل يوم خميس بالتاكيد في ختام هذا الاسبوع بيبقى مهم جدا يكون معانا ناقد رياضي واعلامي كبير نتكلم معاه عن الموضوعات المطروحه على الساحه الرياضيه. بالتاكيد كمان هذا الاسبوع كان فيه كواليس وكان فيه قرارات وكان فيه مواقف كثيره، مباريات الفتره القادمه في الدوري العام، مباراه المقاولين العرب، مباراه النجم الساحلي، التعديلات التي طرات على جدول الدوري فجاه بدون اي مقدمات، موضوع تقنيه الفيديو الفار وكواليس هذا الموضوع في ظل ان خلال هذه الفتره اتحاد الكره ولجنه الحكام عامله كورسات وضغط كبير جدا على الحكام في التوقيت الحالي من اجل الحصول على الرخصه وتطبيق التقنيه خلال 40 يوم. وبالتاكيد في تفاصيل في هذا الملف هنتكلم فيه، في امور كثيره جدا بالتاكيد هنتكلم فيها في وجود بالتاكيد دكتور ابراهيم داوود الاعلامي القدير والناقد الرياضي ومدير تحرير الكره والملعب. دكتور ابراهيم منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. انا اللي سعيد بالوجود معاك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك، وطبعا في البدايه عايزين نتكلم عن النادي الاهلي، وخلال الساعات الاخيره او النهارده تحديدا النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي عبر موقعه الرسمي وعبر المركز الاعلامي التعاقد مع اللاعب السنغالي اليو باجي وانضمامه للنادي الاهلي خلال الساعات القليله القادمه. واللاعب وصل منذ ساعات قليله لمطار القاهره الدولي بصحبه امير توفيق مدير التعاقدات، وهيتم الاجراءات بقى الرسميه خلال الساعات القادمه عشان يكون جاهز للمشاركه في التدريبات والقيد محليا وافريقيا خلال الفتره اللي جايه. هو هيكون اللاعب رقم 29 في قائمه الاهلي الافريقيه. كده متبقي للاهلي مكان. الاول بنتكلم على بادجي، ان هو كل المعلومات اللي وردت عنه بتقول ان هو مهاجم كويس. صحيح عدد الاهداف بتاعه في كلام على السوشيال ميديا ان هو يعني ربما يكون قليل شويه، لكن انا شايف ان في مدرسه فايلر للتدوير واعاده التاهيل والتوظيف بادجي هيبقى بروميسنج جدا في الايام اللي جايه، وهيبقى متوقع منه ان هو هيكون له دور حيوي في خطه فايلر. مع عودة أجاييه لمركز الجناح أعتقد أن هو فرصته كبيرة جدا في المشاركة، ومن ثم زيادة غلة الأهداف. الناس بتتكلم برضو مين هو اللي هيكون صاحب المكان الثلاثين في قائمة الأهلي الأفريقية، خصوصا ده حق الأهلي بقى أكيد مع نهاية شهر يناير. والقصة بنتكلم أن احنا ممكن تدور حوالين اللعيبة اللي هي مسجلين محليا وغير مقيدين أفريقيا، زي حالة حسين السيد على سبيل المثال، زي حالة عمار حمدي، زي بعض الناشئين الموجودين في بيصعدوا من أنقل الآخر للفريق الأول. لكن في كل الأحوال الأهلي هياخد الخطوة دي بقيد اللاعب رقم 30 أكيد أكيد. الخطوة دي جهاز الفن هيبقى حاسبها كويس جدا، لأن أنت لسه عندك مساحة حوالي 14 يوم لغاية ما يتم غلق باب القيد الإفريقي بالنسبة للانتقالات الشتوية، وده هيكون آخر توقيت إن أنت تضيف فيه في القائمة بالنسبة للمرحلة الجاية. عندك مباراة النجم الساحلي بالطبع بنسبة 100% هتبقى بعد مباراة النجم فكرة القيد اللاعب الأخير، لأن مباراة الهلال السوداني هتبقى أول يوم في الشهر الجديد بعد غلق القيد بساعات قليلة. فلازم على الأقل من بعد مباراة النجم تكون حسمت خلاص المقعد ال 30 ده اللي هيكون لمين يعني أو مين صاحبه. وهتنتظر حسب بقى المركز اللي ممكن تحتاج فيه إضافة اللاعب في التوقيت ده. أكيد المركز اللي مش موجود منه قطع غيار كتير. يعني أنا شايف إن أقرب القصة يمكن ربما يكون حسين السيد، على اعتبار إن مفيش في الظهير الأيسر إلا علي معلول و محمود وحيد مع ايمن اشرف كمان بس ايمن اشرف توظيفه جوكر صحيح. بس توظيفه الاقرب هو مساك في عهد فايلر، الاقرب ان هو يكون مساك، يعني هو ما شفناهوش ان هو لعب في مركز الظهير الايسر برغم ان مدرسه فايلر للتدوير شفنا لاعبين كسر شاركوا في اكثر من مركز وقاموا باكثر من وظيفه. احمد فتحي مساك، ظهير ايمن ديفندر، محمود متولي مساك ديفندر، ربما نلاقي رامي ربيعه ان يكون ديفندر في قدم الايام ولعبها قبل كده بالزبط. عندك اجايي راس حربه ميزه على فكره، دي ميزه اللعيبه الجوكر اللي موجوده جوه التيم ده بتبقى فرصه طيبه للجهاز انه يقدر يتعامل مع اي متغيرات بتحصل اثناء المباريات. اكيد اكيد اكيد. كمان بنشوف الاجنحه اللي هو بيغيرهم ما بين اليمين وبين الشمال، شفنا احمد الشيخ مره على اليمين مره على الشمال، واجاد
صحيح الانتاجيه بتكون اكتر في المركز الاصلي، ولكن بيبقى عندك بلان بي وبلان سي وبلان دي موجود، ودي ظروف ممكن تتعرض لها طوال الموسم في احداث كثيره جدا. عموما انا انتظر هنشوف خلال الفتره الجايه الجهاز الفني هيتعامل مع الملف ده ازاي، وبالتاكيد حسب الاحتياجات والرؤيه الفنيه اللي هو شايفها فايلر. من من آه. من المؤشرات الاولى ان اللاعب الجديد السنغالي ده طبعا اول لاعب سنغالي في تاريخ النادي الاهلي، اول لاعب سنغالي في تاريخ النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان هي فيها تشتم رائحه الاداره، ما بتتعاقدش معاه سنه ولا سنه ونص ولا سنتين، تعاقد معاه 4 سنين ونص. يعني انت بتاخد من اللاعب كل اللي انت عاوزه، واذا كان في فرصه كمان ان انت تعيد تسويقه في مرحله ان كان في الاحسن منه هتستطيع ان انت تعمل ده. اذا كان هو مفيد للفريق فهيفيد الفريق لمده 4 مواسم ونص اكيد. طيب الاعلام برضو رصد فكره التعاقد مع المهاجم الاجنبي، يقول لك ما الاهلي اقوى خط هجوم 33 هدف في المباريات المحلية، وجايب نسبة لا بأس بها في المباريات الإفريقية حوالي 4 أهداف أو 5 أهداف، لكن مع ذلك الأهلي حريص جدا على تدعيم الصفوف من أجل حتى البطولة الإفريقية، وبالمقارنة حتى بالدوري المحلي يقول لك الأهلي 33 هدف وبعديه في المركز الثاني في أفضل هجوم 18 هدف، ومع ذلك الأهلي بيدعم بشكل قوي جدا في خط الهجوم. هقول لك ليه. اولا ال 33 هدف ده فيه عدد من اللعيبه، مش يعني فكره جماعيه الفريق بالظبط وتعدد الحلول يعني. لكن لما تشوف عدد رأس الحربة الصريح اللي سجل عدد أهداف من 33 هتلاقيهم 4 أهداف فقط من إجمالي عدد الأهداف المسجلة. فده رقم لابد أن نقف أمامه بالدرس التام يعني. إنما بيقول لنا برضو أن في عدة حلول موجودة جوه الأهلي. عندك حسين الشحات حل، عندك أحمد الشيخ حل، عندك رمضان صبحي حل، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامة، عندك وليد سليمان حل، عندك حتى حمدي فتحي اللي ربنا يرجعه برضو بالسلامة كان حل، مجدي قفش حل، كهربا ده على النور يا راجل، على النور في الاستاد امبارح. لا ده في القاهرة الكبرى كلها عليت بسبب كهربا امبارح. فالقصة من أن إلى آخر بنلاقي ان برغم تعدد الحلول دي انما المهاجم الصريح عدد اهدافه مش كبير، وده يمكن فكره الحاجه الى مهاجم جديد يجدد الدماء ويضخ في سله الاهلي يعني اهداف اخرى ودوافع اخرى. وحجم منافسه يبقى حتى مروان ازارو صلاح محسن يبقى في حجم منافسه ما بين المهاجمين كلهم، بحيث ان يبقى في واحد يلقى. هو طبعا في الساعات القادمه المفروض انها تحسم بشكل نهائي من سيكون اللاعب، وانا انتظر نشوف الجهاز هيفكر فيها ازاي. هل هيكون ازارو ولا جيرالدو؟ ما اعتقدش انه هيكون اجايه ولا معلول. ما هو لازم تستبدل المره دي اجنبي باجنبي. بس طالما الجهاز الفني لم يحدد دايره الاختيار في لاعب او اثنين، يبقى ننتظر لغايه لما نشوف اللحظه الاخيره. اعتقد ان هي ستعقب الاعلان الرسمي عن التعاقد حسب وجهه نظر الجهاز الفني، وشايف متطلبات الفريق الفتره الجايه ايه الفايده فكره وجود لاعب او عدم وجود لاعب الفتره الجايه. لكن قصر او تقصير الاختيار ما بين لاعب او اثنين انا مش هدوس فيها قوي، لان الجهاز لغايه اللحظه دي لم يحسم ولم يعلن اصلا ان الاختصار الاختيار. اعتقد ان الحسم هي العرض البديل للاعب الذي سيخرج. بالظبط كده، كرؤيه فنيه وكرؤيه تسويقيه عشان تستفيد كمان من طبعًا اي لاعب. طبعا لان هو فيها معيار انت بتجيب بفلوس وعاوز تخرج بفلوس، فعشان ما يحصلش دامج في ما بين الحالتين يعني. طيب الاعلام الرياضي والصحافه كيف رصدت فوز الاهلي على طنطا بخماسيه في ظل ان البعض وصف المباراه فنيا اخر 10 دقائق بأداء وطريقة عكس ال 80 دقيقة اللي الأهلي لعب بيها مباراة طنطا، أو المباراة اللي ظهرت بيها أو الشكل اللي ظهر فيه الفريقين في خلال هذه المباراة؟ يعني كنت شايف إن مباراة طنطا من المباراة الصعبة جدا يعني أولاً إنها أعقبت رحلة شاقة جدا لزيمبابوي، أعقبت كمان عدم تحقيق نتيجة تمس طموح جماهير الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه. كمان ان هي مع فريق قدم اداء ولا اروع قدام الزمالك وخسر بفعل فاعل في اللحظات الاخيره، وكان الاقرب لتحقيق فوز تاريخي في هذا اللقاء. فطبعا كل هذه المعطيات خلت في حمل في مباراه طنطا. برغم ده شفنا حاله من الهدوء، يعني الاهلي دخل المباراه بحاله من الهدوء ساعدوا على اكتمال حالة الهدوء، هي الهدف المبكر اللي أحرزه في الربع ساعة الأولى من المباراة. الأهلي أضاع أمس في الشوط الأول حوالي 3 أو 4 فرص، وفي الشوط الثاني مثلها يعني.
انما من ناحيه الفاعليه الهجوميه هي اللي شفناها في العشر دقائق الاخيره من عمر المباراه يعني. حقيقي. انما في المجمل الاهلي خرج فائزا من هذا اللقاء نتيجه اداء في المجمل. كسب كهربا كهداف بيضم حل من الحلول اللي كنا بنذكرها منذ قليل، بتثبت ثقه او بتعلي ثقه مروان محسن انه بيحرز الهدف الثالث في الدوري والهدف الرابع على التوالي في اخر ثلاث مباريات خاضها. وده معدل ايجابي جدا، لو استغلوا مروان للاحسن وللافضل اعتقد هنستعيد مروان كمهاجم الاول لمصر. يعني المهاجم الاول لمنتخب مصر. فطبعا الايجابيات كمان كسرنا حته الـ 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 القصه اللي حصلت في زيمبابوي، التشكيك في العالي قوي في الفنيات وفي الاهلي وفي فايلر وفي قدرات اصل افريقيا غير الدوري والدوري ضعيف وافريقيا قويه والقصه دي. نسيوا الناس وكانه يعني اتفضل حضرتك. نسيوا الناس ان في مسيره العظيم مانويل جوزيه 2001 ان الاهلي تعرض لخساره على ملعبه بقى، مش تعادل خارج الارض من بيترو اتلتيكو 4-3. كانت هذه الخساره قد تعصف بتاهل الاهلي من دوري المجموعات الى نفس القصه، بس كانت بتبدا من دور الثمانيه. ده كان ساعتها وقتها الاهلي كان محتاج الفوز في الجزائر بعد الخساره من بيترو اتلتيكو في استاد القاهره، وده اللي حققه فعلا. ده اللي حققه فعلا بروزداد بهدف مقابل لا شيء. فانا شايف ان فايلر بقى يتميز عن مسيره مستر مانويل جوزيه انه في السنه بتاعه 2001 كان اللي هو موسم 2001-2002 بقى بالنسبه للدوري كان منافسا على بطوله الدوري حتى الامطار الاخيره لولا التعادل اللي حصل في استاد غزل المحل، انما في المقابل بنلاقي فايلر هو اللي يعني ماسك بقبضه الدوري من الاسبوع الاول، الاهلي هو الاول حتى الاسبوع ال 13 في الدوري. ده ما كانش موجود مع مستر مانويل جوزيه، كان بداياته في الدوري ضعيفه جدا يعني، بس الناس لا تذكر. ده حقيقي. يعني هو الشيء بالشيء اذكر ان مستر فايلر لو بصينا على نتائجه في المجمل في افريقيا، الاهلي يمتلك يعني مش فرصه التاهل فقط، فرصه التاهل والتصدر. بالظبط. عندك الماتش الجاي اللي هو النجم الساحلي، كل الدوافع موجوده انك تحقق فوز، وفوز عريض كمان مش فوز بهدف. اللي حصل في الماتش الاولاني ان انت خسرت بفعل فاعل، ان انت تعرضت لظلم تحكيمي، اكيد ان كل دي بتخلق دوافع عند اللعيبه. اثبات الذات، اثبات ان احنا الاحق وان احنا الفريق الاعظم والاقدر في افريقيا، مش بس بالتاهل، بانتزاع النجمه التاسعه او البطوله التاسعه. كمان الاهلي بيملك قراره او بيملك مصيره، انه لو حقق الفوز في المباراتين، في المباراه اللي هي بتاعت ام درمان بالنسبه للهلال السوداني، انا اعتقد ان الاهلي هو كده اللي بيصل بنفسه دون ان ينتظر هدايا من الاخرين يعني. ويتصدر المجموعه يعني، وصوله في ايده. الاهلي لو وصل للنقطه ال 13 تصدر خلاص، اللي هم الست نقاط المتبقيين، لانه بالست نقاط المتبقيين هو عطل كمان النجم الساحلي، هيبقى اقصى طموح للنجم الساحلي 12 نقطه بالظبط كده. طيب تباين الاراء، يعني حضرتك اتكلمت على فكره المحل والافريقي، وتباين الاراء ده للاسف او الرسائل الاعلاميه او الكلام في الاعلام وصل انطباع لدى الجماهير ان ممكن يكون في تباين. هو البعض بيحاول، ممن لا يشجعون النادي الاهلي، انا بتعجبني هذا التعبير، بيحاولوا يشككوك في جهازك الفني، في قدرات لاعبتك، في ادارتك، هم بيحاولوا ده، انما خاب مسعاهم. القصه باختصار ان انا مش هرمي الفوطه بمجرد ان ماتش انا ما حققتش فيه نتيجه ايجابيه، لا معلش، انت اهلاوي يبقى انت بتشجع الاهلي في كل الاحوال. خلاص ظروف المباراه كانت كلها مش في صالح النادي الاهلي، الرحله نفسها، عدم وجودك مبكرا للاعتياد على ملعب المباراه، انت وصلت زيمبابوي وما رحتش على طول على الملعب اللي انت هتتدرب عليه، وقت السفر كان هيكون اطول، فالجهاز فضل انه يريح شويه في العاصمه. ارضيه الملعب نفسها صعبه جدا، وساهمت في اصابتين على طول بالنسبه لك، كان اللي هم كانوا اليو ديانج وليد سليمان. قفشه كمان تعرض لاصابه في ما بين شوطي المباراه، واللي شفنا مكانه كهربا. فكل الظروف المحيطه ما كانتش ايجابيه. في كمان عنصر ما حدش خد باله منه خالص، هل ده نفس الفريق اللي ابتدى دوري المجموعات؟ لا
لا مش هو. حصل تغيير في اللاعبين، حصل تغيير في الجهاز الفني، تطور الاداء، بس جت على حظ الاهلي في المباراه الرابعه. مباراه الاهلي بالظبط الجوله الرابعه. اعتقد ان الفريق ده مش هيكون بالمنافس السهل قدام الهلال السوداني. انا توقعاتي ان المباراه دي قد تنتهي بالتعادل او ربما هزيمه الهلال. ما هو الناس لسه ليه الناس بتفترض ان الهلال ممكن يكسب في السودان؟ ليه الناس بتفترض ان ممكن النجم الفريق اقل فرق المجموعه فريق بلاتينيوم، بس الناس ليه برضه بتفترض ان النجم ممكن يكتسح الفريق ده في رادس؟ فيتا تعادل مع ترجي في رادس. احنا بنتكلم في كوره. يعني كل شيء وارد. لكن بالتاكيد ان شكل بلاتينيوم مش هو اللي ابتدى بيه دوري المجموعات. مش اول ثلاث مباريات. خالص خالص بالكليه يعني. يعني لما تشوف وتتابعوا الدوافع عند اللاعبين كمان تم تجديدها، خلي بالك ان مباراه ال بلاتينيوم والهلال هتسبق مباراه الاهلي وال 24 ساعه، تبقى يوم السبت. هتبقى يوم السبت. بلاتينيوم بيخش هذا اللقاء وهو يمتلك حظوظ التاهل. يعني هو بيمتلك نفس الثلاث فرق التانيين، لو استطاع ان يحقق الفوز في ملعبه على الهلال سيصل الى النقطه الرابعه على امل ان يتعثر الاهلي مثلا ويكون مثلاً. ويكون فهو يملك فرصه نسبه ضئيله وبعيده لكن ورده، ولكن ما دام يملكها اكيد هيلعب عليها. اكيد الجهاز الفني الموجود هي هي هيوصل ده للاعبين وهيستخدمها كدوافع. طيب فكره برضو الجمهور، يعني جمهور الاهلي تحديدا احنا بنحب نتكلم معاه بشكل مباشر ونوصل له الرسائل والحقيقه كمان بشكل مهم جدا. سقف الطموح، وانا قلت الكلام ده في اكتر من حلقه قبل كده، قلت لهم يا جماعه بلاش تقييم السريع، عشان لو جيت في مباراه عدلت او لا قدر الله خسرت هتلاقي انت من جواك حسيت ان في اختلاف حصل، فهتبقى صدمه بالنسبه لك ازاي الفريق بيلعب كره كويسه وبيكسب كل الماتشات ده ازاي يتعادل ازاي يخسر، فهتزعل وزعلك ده ممكن يوصلك انك تقول رايك ورايك ممكن كل الاهلاويه لا يرى الخساره. ما ده حقيقي، بس انا اقصد فكره ايه؟ ان الموسم لسه طويل قوي. والكوره وارد فيها التعادل والخساره والمكسب، كل دي امور وارده في كره القدم، والكوره تحديدا ممكن يبقى يوم معاك ويوم ضدك. صحيح. في لغه الكوره الدي اوف مثلا، النهارده انت اليوم مش معاك فتخسر او تتعادل. صحيح. بس ليه سقف الطموح بيبقى عالي كده؟ يعني ليه ما بنقيمش الامور عند وضع، يعني عند قيمتها او وضعها لغايه لما توصل للتارجت اللي انت عايز توصل، تفوز بالدوري، توصل فاينل افريقيا، ساعتها تبقى انت خلاص وصلت للتارجت اللي انت عايز تفوز بالبطوله اللي انت اشتغلت عليها موسم كامل. هو ده اللي لعب عليه الطرف الاخر في عمليه التشكيك اللي كنا بقولها لحضرتك من شويه. هو بيحاول يكسر لك كل اللي انت بتبنيه من بدايه الموسم. طب انا دوري ان انا امشي ورا الموجه؟ انا بخاطب هنا احبائي جمهور الاهلي كله على السوشيال ميديا وعلى واللي بيتابعوا وسائل الاعلام من ضمنها قناه الاهلي. لا، انت ما تبقاش انطباعي، لان ما فيش اهلاوي حقيقي انطباعي. دايما الاهلاوي بيتريس ثم يتريس ثم يتريس ثم في النهايه بيحصد بطوله. دايما بص على الجهاز الفني وتعليقات يقول لك احنا ما عملناش حاجه. صحيح متصدرين الدوري، بس احنا لسه ما خدناش الدوري، ما مسكناش حاجه في ايدينا بشكل رسمي، خلاص ما بطولة. واحنا ما خسرناش بطوله افريقيا برضو بالظبط. احنا بنملك اكبر فرصة. حظوظ، لان احنا الوحيدين اللي بنلعب على النقطه 13. طب اوصل للنقطه 13 انت اللي بتملكها، مش هم مش الاخرين. مش هتنتظر نتيجه حد، يعني انت لو كسبت الماتشين مش هتنتظر نتيجه حد عمل حاجه في المجموعه الثانيه. كونك انك انت يقول بيك المطاف انك تبقى اول او ثاني، في النهايه انت واحد من الثمانيه اللي وصلت لدور الثمانيه، انت بتلعب على كاس البطوله، مش مهم الفريق اللي هتقابله. مازيمبي الذي خسر منه الزمالك بثلاثيه مثلا، نحن قادرون على مواجهته وقادرون ان احنا نحقق البطوله في النهايه. الترجي طب يا ريت نقابل الترجي، طب يا ريت نقابل سان داونز. كل ده كل فرقه من الفرق، بس لو فكرت لمده دقيقتين هتلاقي ان هي بتخلق لوحدها دوافع عند اللعيبه ان هي تحقق الفوز، ومش بس تصل الى المربع الذهبي، لا ده تصل الى كاس البطوله في الاخر. هو المشوار كمان، يعني انت لو الناس قعدت تحسبها انا تاني ولا اول، انا لو طلعت اول هلاعب يا الزمالك يا الوداد يا الرجاء، طلعت تاني هلاعب يا الترجي يا سان داونز. هو يقين الزمالك مش هينفع يبقى الاول، فهو الزمالك هيبقى التاني مش هيبقى الاول. انا عايز اقول المواجهات في جميع الحالات سواء اول او تاني المواجهات صعبه، لان دور الثمانيه هي خلاص هو دور الكبار، دور الكبار بالظبط. والاهلي الكبير لا يفكر في الفريق الذي سيواجهه، يفكر في قدامه هدف كيف يصل الى في النهايه الى كاس البطوله. الى كاس البطوله. طيب اهم المكاسب الايجابيه اللي في مباراه طنطا حضرتك ذكرتها وعددت العناصر اللي ممكن الفريق يكون استفاد بيها. مباراه المقاولين وضع تاني وشكل مختلف.
هي مباراة ما بين المركز الأول المتصدر الدوري والمركز الثاني. هي مباراة قمة الدوري. أكيد. بالظبط كده. مباراة قمة حتى الأسبوع الـ 14. تراها إن هي استعداد جيد وقوي لمباراة النجم الساحلي؟ طبعًا. خاصة إن في تعديل حصل في الجدول، هسألك عليه دلوقتي وآخد رأيك فيه، لأن تعديل غريب حصل النهاردة أو منذ ساعة تحديدًا من اتحاد الكورة، لكن مباراة المقاولين كمستوى فني تختلف عن مباراة طنطا والدوافع والإصرار والتحدي، مباراة تختلف. بالتأكيد إن عماد النحاس، كابتن عماد النحاس هيخلق دوافع وهيعلي سقف الطموح قوي عند لعيبته، وهو ابن الأهلي، فبالتأكيد إنه هيشتغل وهيجيد شغله كويس قوي. تمام. في المقابل أنت مفروض إن أنت عارف قوي المراكز الدوري وترتيبها، فأنت عارف إن أنت بتقابل الفريق اللي وصل حتى الأسبوع الثالث عشر إلى النقطة 29، هو الوحيد الذي يطاردك بحق وحقيق على قمة الدوري. مزبوط. حتى اللحظة، حتى اللحظة دي، فبالتأكيد إن المباراة معاه هتبقى بست نقاط، مباراة غاية في الأهمية، غاية في التأثير على 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 مجريات الأحداث في قادم الأيام. دوافعك أنت عالية جدا طبعا، أنت راجل بتلعب على المباراة الـ 12، أنت بقيت تنافس نفسك منذ تخطيت الفوز العاشر، أصبحت تنافس نفسك وبتنافس أرقامك اللي سبق وان انت حققتها، مفيش حد بينافسك تاني. فانت محتاج للفوز ال 12، محتاج ان انت تكسر الوصيف المسابقه حتى اللحظه، محتاج ان انت تثبت ان انت فريق قد المواجهات الكبيره، محتاج كمان تورينا ان 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 تشكيله او مدرسه فايلر دي هتنتج لنا تشكيله تستطيع بها ان مواجهه المقاولين، لان فايلر درس لعب المقاولين كويس قوي، واعتقد ان الاهلي باذن الله قادر على تحقيق الفوز في هذا اللقاء. طيب، المقاولين طبقا طبعا لجدول الدوري هو تاني اقوى خط هجوم بعد النادي الاهلي، ايضا كمان تاني اقوى خط دفاع بعد النادي الاهلي في البطوله. وصيف بقى، وصيف. مباراة قمة، مباراة قمة الأهلي والمقاولين، أو المقاولين والأهلي، لأن المباراة مباراة المقاولين العرب. طبعا طبعا. فأنا أعتبرها إن هي مباراة ممكن يكون فيها حسابات فنية، مباراة محك قوي، استعداد جيد. هتبقى مباراة من خارج الخطوط، مباراة تكتيكية تكتيكية في المقام الأول. لو أنا مكان كابتن عماد النحاس هقعد متردد كثيرا جدا، هل ألعب جيم مفتوح مع الأهلي ولا أمن كما فعل الآخرون؟ مسألة صعبة جدا، الأهلي ملوش ملكة، ملوش هملكه منين؟ ولا يعني هيغامر المغامره اياها دي، فممكن تبقى لها تداعيات وخيمه. فاعتقد ان انها مباراه يعني جديره بالمشاهده، جديره بالمشاهده، لان كمان في رقم انا بعتبره رقم ممكن يكون ملفت شويه للانظار بالنسبه لهذه المباراه. النادي الاهلي طبقا طبعا لمبدا الفير بلاي او اللعب الروح باللعب النظيف بالنسبه للفرق، الاهلي اقل الفرق حصولا على الانذارات والكروت الحمراء، 10 انذارات فقط، لم يطرد اي لاعب في الاهلي خلال هذا الموسم. بالمقابل بقى المقاولين العرب نسبه عكس كده تماما، 28 انذار وخمس كروت حمراء. ده انت فتحت ده المفروض يتعمل فيها ندوات. انا المفروض انا السؤال ده؟ ما طبعا المفروض يا لجنه يا حكام اي مكان، اسم رئيس اللجنه كابتن عصام عبد الفتاح ولا كابتن جمال الغندور ولا الذين سبقوهما، المفروض ان انا من ضمن تثقيف الحكام ان انا اعرف، زي ما بدرس، زي ما اي مدرب بيدرس الفريق اللي بيقابله، ان هو يدرس الفرق دي ومدى لجوءها الى العنف او استخدامها للكروت الصفراء ضدها او الكروت الحمراء. بالظبط. يا ريت يا ريت ان ده يبقى معلومات تتداول عند الحكام. لما احنا نبهنا كتير جدا للعنف الزائد من بعض اللاعبين السفاحين في الدوري المصري، وعلى راسهم بدون مسميات عشان ما حدش، وعلى راسهم لعيب في احد الانديه عشان ما حدش يزعل، بس عشان ما حدش يزعل. تمام. لا يعني انا مش القصه في الزعل، انا قصه في التوثيق. تمام. لما انتبه اليه بعض الحكام في الاونه الاخيره، لقينا فعلا بتتشهر ضده كروت حمراء، الناس تاخد بالها. الناس بدات تاخد بالها. بالظبط. لكن اللي انا عاوز اقوله ان برضه من ضمن ده، ان لازم كل حكم قبل ما ياخد اللقاء ان هو يبص في السكور كده، ده خد كام انذار، ده خد كام طرد،
مين اللاعبين اللي مش ان هو يبقى واخد احكام مسبقه ولكن يبقى بيزاكر. عينه عليه ده الحكم اللي بيذاكر يعني من جنب تقنيه الفار وتطبيقها لابد من يكون تثقيف الحكم على احدث تعديلات في القانون على المواقف اللي بيتعرض لها ان يتعمل لهم رول بلاي من اسبوع الى اخر محاكاه سيمينار للمواقف التحكيميه دراسه طبيعه اللاعبين كمان. طيب انا متخوف لان الرقم ده انا ببص في احصائيات الفرق من ناحيه الانذارات والكروت الحمراء. انت قلقتني لان ممكن الاهلي يتعرض ممكن الاهلي يتعرض لاصابات جديده الاهلي مش حامل اصابات جديده. الرقم قلقني حتى لو المقاولين طبعا بالتاكيد بيلعب كوره كويسه وكل حاجه وممكن يكون في عنف مشروع في الملعب ان هو عايز ياخد الكوره عايز يروح يجيب هدف عايز يدافع عن خط عن شبكه او الشباك كمرمى كل ده بيبقى وارد في الكوره بس انا بتكلم في لغه الارقام الاهلي اقل الفرق حصول على الانذارات واكتر فريق يعتبر واخد كاس اللعب النظيف قدام المقاولين خشن جدا في المباريات 28 انذار خمس كروت حمراء خمس كروت حمراء في 13 مباراه يعني انت بتتكلم من قرب حاجه 40% ما يحصل على كارت احمر في كل مباراه حاجه 40% من مجمل المباريات ده 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 رقم مخيف ده رقم مخيف ويحتاج الى يعني مش هنقول تدخل ولكن يحتاج الى ان يكون في مذاكره للقصه دي او حتى عين عليها من جانب الحكم اللي هيخوض اللقاء او من جانب لجنه الحكام. تمام. طيب الجزئيه بقى الغريبه اللي انا هبني عليها الكلام اللي هيتقال ده لان امبارح بعد اعلان الاتحاد الافريقي تعديل بعض مباريات الجوله الخامسه لظروف معينه في الاسبوع القادم والتعديل يا دكتور ابراهيم جه من الاتحاد الافريقي مش من النادي الاهلي ولا من الاتحاد المصري ده جاي من الكاف بنفسه ان مباراه الاهلي والنجم الساحلي بدل ما تتلعب يوم الجمعه هتتلعب يوم الاحد فبالتالي مباراه انبي كان بعد مباراه النجم بدل ما تتلعب التلات الاتحاد الافريقي عدل المواعيد ديت فقيس فجاه الاتحاد المصري النهارده خد قرار غريب جدا والجهاز الفني للاهلي كان سعيد جدا بهذا التعديل لان اداله مساحه حريه ما بين مباراه المقاولين ومباراه النجم عشان يقدر يستعد بشكل كويس والكابتن سيد بالامس عقب مباراه طنطا في تصريحاته قال فرصه جيده اسبوع كامل اقدر اشتغل على مباراه النجم اليومين دول او اليوم الزياده ده ممكن يديني فرصه استعيد لاعب مصاب او اريح لعيبه قبل مباراه كبيره زي دي. الاتحاد عمل النهارده موقف غريب جدا قدم مباراه انبي بعد ما تم تاجيلها بسبب تعديل مباراه الاتحاد الافريقي يعني الاتحاد الافريقي ياجل 48 ساعه فانت تقدم لي مباراه انبي 6 ايام لا وقدمها ايه دخلها الاربع يعني العب المقاولين الحد مفيش ده يوم الحد المفروض الاثنين اريح التلات ادخل معسكر الاربع العب المقاولين العب انبي يعني وعندي مباراه النجم لسه الحد كان ممكن بهدوء جدا ان هو قدمها 24 ساعه يعني اجلها 24 ساعه فتلعب مثلا الحد والاربع او الحد والخميس كان هيجي يعني ايه اللي كان هيرتبك هو وضعها اصلا ما بين المباراتين صعب هلعب الحد مع المقاولين والحد اللي بعدين النجم الساحلي هتحط لي مباراه في النص ازاي؟ ما انت اوريدي التعديل ده جاي من الاتحاد الافريقي مش انا اللي عدلت كنادي اهلي يعني انا مش انا اللي عدلت الظروف دي الاتحاد الافريقي عدل بالتوافق مع طب والزمالك اللي تقدم له الماتش حصل معاه ايه؟ نفس مواعيده مفيش اي جديد فيه. طب فين هنا الفير بلاي بقى اللي احنا بنتكلم فيه؟ وبعدين اتحاد الكوره ده ماتش اتاجل يعني اجل 48 ساعه بالتبعيه الماتش اللي كان محطوط في الاجنده او في الكاليندر ان هو يتاجل 48 ساعه مش يتقدم 6 ايام ما هياجله 48 ساعه هيخش في مباراه الهلال يعني انت بتعاقب الاهلي على قرار من الاتحاد الافريقي ما اقول لحضرتك على حاجه هو جه ياجل مباراه انبي هيلاقي نفسه داخل في مأزق تاني ليه بقى بعد مباراه النجم انت عندك بعدها بخمس ايام مباراه مين الهلال السوداني في السودان مظبوط فصعب جدا يخلي مباراه انبي بدل ما الثلاث تبقى الخميس لان انت مباراه الهلال السوداني غالبا يا جمعه يا سبت تمام فخلاص مباراه انبي بالنسبه لك كاتحاد مصري اصبحت مؤجله بنسبه كبيره ومش هتلاقي في التوقيت ده النهارده فوجئنا ان هو بدل ما ياجلها ويحدد لها ميعاد في شهر 2 او يشوف لها فراغ تاني في شهر 2 زي ما اجل مباراه الاهلي والزمالك بدون سبب وخلاها بدل اللي هو بتاع منتصف الليل ده بالظبط لا وكمان خلى لا والجوله الجايه بدل الدوري ما يتلعب ماتش الاهلي والزمالك يوم 19/2 خلاها 24/2 يعني حتى المباراه المؤجله اجلها خلاها 24/2 بدل ما ياجل ماتش ايبي ويخليه في شهر 2 راح ضغط الاهلي وحط المباراه ما بين ماتش المقاولين وماتش النجم الساحلي. هل المقصود ارهاق للاعيبه الاهلي؟ هل المقصود الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص؟ هل المقصود ان انا بعاقب الاهلي؟ ما هو لازم اتحاد الكره يفهمنا انت بتعمل كده ليه؟ ليه بتعدل التعديل ده؟ لان التعديل ده جه من الكاف مش من الاهلي. انا اعتقد ان ده ماتش الاهلي. طب هل انت رجعت للاهلي؟ هل انت نسقت معاه الخطوه دي؟ هل انت حصلت على موافقته؟ ما هو ده الغريب بقى بياخدوا القرارات دي بدون ما بيرجعوا للانديه.
طيب الانبي هل موافق على القصه دي ولا لا؟ ما انا عاوزين نشوف الردود الافعال اللي خارجه من انبي نفسه لتقديم المباراه، هل في ردود افعال رافضه ولا موافقه على القصه؟ امبارح تصريح الكابتن سيد، انا هبني على تصريح الكابتن سيد امبارح، الكابتن سيد امبارح في تصريحه قال انا سعيد جدا بالتاجيل اللي حصل ده لان هيديني مساحه وقت قبل مباراه النجم الساحلي. معنى كلام الكابتن سيد ان الفرصه التاجيل دي اسعدت الجهاز الفني عشان يقدر ياخد نفسه ويحضر لماتش كبير زي ماتش الجزائر ويأهل مصابيه ويشاركوا اللي هم بيقتربوا من العوده يعني. اكيد مباراه النجم بالنسبه للاهلي مباراه مصيريه. طبعا مباراه مصيريه طبعًا. متعودنا دايما في اتحاد الكوره ودايما ده جرى العرف على ده في الفترات السابقه، لما بتبقى في مباراه مصيريه زي دي انت بتدي مساحه وقت، ما بالك انت المساحه الوقت جات لك من نفسها من الاتحاد. نادي انبي من الانديه المحترمه جدا، ممكن يتم التنسيق معها بعيد عن انبي، اكيد بعيد عن انبي وبعيد عن الاهلي. لا ممكن يتم التنسيق معها والناديين يرفضوا او الفريقين يرفضوا لعب المباراه في هذا التوقيت. انت لخبطت لي اجندتي كلها. انت يعني انت بدل ما انت بتساعدني وانا بمثل مصر، مش بمثل النادي الاهلي، انا بمثل مصر في بطوله زي دي، انت بتديني حافز ولا بتعاقبني ولا عشان انا الاهلي ولا ايه بالظبط؟ لازم يبقى هما لازم يبقى في وضوح، لازم يبقى في شفافيه. ها وهل ده تم التعامل معاه؟ يعني انت برضو اديت نفس القصه بالنسبه للمنافس ولا لا؟ هل انت لجأت اشمعنى المنافس مواعيده طبيعيه؟ ما برضو ده سؤال تاني. هو عدل في مباراه فرق تانية عشان بطوله عربيه، وعدل في مباراه الاهلي وانبي عشان ماتش النجم الساحلي في افريقيا بعد ما اتغير ميعاده. كله هيبقى بالتاجيل، بالتاجيل او بالترحيل. مش بالتقديم ست ايام. تقديم ست ايام ده عمرها ما حصلت في التاريخ، اننا يتاجل لي ماتش 48 ساعه فانت تعاقبني بان انا تدهوني قبلها بست ايام. لا طبعا كنت هلعب مباراتين قبل مباراه النجم الساحلي خليتهم ثلاث مباريات. يعني انا راجع من زيمبابوي عندي طنطا. لا طب ما انت ما ده بيفتح برضو عندي طنطا. طب ما ده بيفتح برضو دلوقتي هم عمالين يقولوا هنطبق الفار وبنعمل ندوات وفي 40 يوم وهي بتاخد اربع شهور واحنا تجربه مصريه واحنا هنمصر مش عارف ايه. الله طب ما ممكن حكم الفار برضو يبقى على الاهلي بطريقه وعلى بقيه الفرق او على المنافس بطريقه تانية. ما في النهايه ده عنصر بشري، اذا افترضنا حسن النوايا يبقى انت المفروض ما تعاقبنيش كنادي مصري بمثل مصر في ان انت تقدم لي ماتش ست ايام فترهق لاعبيه اكثر فتعرضهم لاصابات اكثر، ثم تجربه مع انبي في اللي هو في عرض كل نقطه بلعب شرس بلعب عنيف. احنا لسه بنتكلم على انذارات وطرد. طب ما تجيب احصائيه انبي هتلاقيها لا تقل عن احصائيه المقاولين. يعني المساله انت بتعرضني لماتشين غايه في الصعوبه ورا بعض بهدف ايه بقى؟ انت عاوز وفي نقطه انا راجع من زيمبابوي الجدول بالنسبه لي هلعب طنطا هلعب المقاولين عندي مباراه النجم الساحلي احمل دلوقتي بقت ثلاث مباريات محليه بقت ثلاث مباريات مش مباراتين بس. ثم الحق اخلق دوافع من بين الاربع لماتش النجم الساحلي يوم الاحد. طب اهيئهم على خطه المباراه ازاي؟ طب يعني 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 بالله عليك دي مش عداله، دي مش كوره. ثم في النهايه نعلن ان احنا فير جدا وان احنا العداله مطبقه على الجميع. لا طبعا لا طبعا القصه دي لابد من من من, من وافه حاسمه مع عشان دي ممكن تتكرر بكره وبعده وبعد بعده. لازم المسؤولين عن جهاز الكره في النادي الاهلي يتدخلوا في مثل هذا. انا بعرض لعيبتي لخطر الاصابه، احنا بنتكلم في 10 لعيبه بيرجع لنا منهم اثنين بكره بيبقى عندنا ثلاثه زياده بالظبط. يبقى لازم يحصل تدخل ولازم القصه لازم يحصل نقاشات وحوارات واتصال بانبي. اعتقد ان انبي برضو ما هو في خلل عنده، يعني فرقه كانت هتلعب ماتش بعد ست ايام بيتاجل لها برضو ما برضو من ضمن الفرق المعرضه الا اذا كان ده في مصلحتها بقى. ما اعتقدش ان في تنسيق تم في هذه المساله إن ولا في مصلحه اطراف بعينها. دايما التعديلات بتحصل دون الرجوع للانديه. لا انا مش مبسوط من 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 اداء اتحاد الكوره. كلام فعل مفيش، كله كلام. احنا مبدا تكافؤ الفرص، احنا ايد واحده مع الجميع، احنا مبدا العداله مطبق على الجميع، لكن في الواقع مفيش كده خالص. مفيش طيب. كده خالص. طيب في جزئيه ثانيه بقى متعلقه بتطبيق تقنيه الفار. وانا سعيد جدا وكلنا سعداء بهذه التجربه وان شاء الله تطبق في الفتره الجايه بالنسبه للدوري المصري هتبقى حاجه ايجابيه. امال انا مش سعيد ليه؟ لا انت محمد سعيد لكن انا مش سعيد. لا حاجه ايجابيه. هقول لحضرتك مش سعيد ليه بس؟ هشرح لك بقى وجهه نظري. دلوقتي التسرع في تدريب الحكام. هو التسرع لو احنا بعد ال 40 يوم
وقلنا واجازنا الرخصه للحاجه و50 حكم دول ان هم بقوا حكام فيديو. هي الرخصه من الفيفا مش من الاتحاد المصري. عظيم عظيم. انا بس يعني انت ثم حصلت اخطاء. لا لا هو قبل الاخطاء انت ممكن تقعد 40 يوم والفيفا ما يدكش رخصه. ده صحيح. هي بس الفكره ان هم قالوا توقيت من غير ما يكون في ايده رخصه التقنيه. تمام. يعني انت ممكن تقعد 40 يوم والفيفا. لا ما هم قالوا ان الكورس المكثف ده في النهايه هياخدوا رخصه. الكورس المكثف ده بقى ليه كمان كلام غريب قوي. لان انا امبارح سمعت الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره قال الايفاب المسؤول عن تطبيق التقنيه في كل الاتحادات في العالم عملوا لنا تجربه خاصه بينا احنا بفول الطعميه. هو الكلام اللي اتقال ده انا امبارح استغربت. قال لك المده القانونيه لتطبيق او التجربه على هذه التقنيه اللي طبقها الايفاب بتبقى من 3 شهور ل 12 شهر. مظبوط. احنا ده وده الكلام ده اتقال من كابتن رياض العطار بجد وانا بصراحه انا مندهش من الكلام اللي اتقال. قال احنا عملنا تجربه وبالنسبه لنا هتبقى التجربه المصريه وقدمناها للايفاب قلنا لهم لا احنا هنعمل كورس مكثف وبدل الحد الادنى 3 شهور هنعمله في 40 يوم. هنعمل شيفتات صباحيه ومسائيه. اتقال كده بجد والله نصا انا سمعته صوت وصوره. والايفاب اندهش. يعني في طبعا محلل او في مسؤول من الايفاب هولندي موجود مع عدد من المدربين والمراقبين مع الحكام في التوقيت الحالي. فهم اندهشوا قالوا ازاي 40 يوم؟ قالوا هيبقى مكثف هيبقى في شيفت صباح وشيفت مسائي فالناس بتراقب وكده كده انت يومين بترسل تقارير صوت وصوره من خلال التقنيه والتدريب عليها. بس يعني ازاي برنامج مصري وهيبقى مختلف عن برنامج الايفاب وفي النهايه هو هيسيبك تقعد 40 يوم؟ الحكام دي هنفترض ان هم خدوا الرخصه يا محمد هم خدوا الرخصه خلاص كل الاخطاء اللي هتنتج من حكام الفيديو يقول لك معلش عشان هم خدوا القصه بسرعه عشان المفروض دي كانت تقعد 4 شهور فمعلش نمنحهم المزيد من الوقت ثم المزيد من الوقت ثم المزيد من الوقت هتلاقي الدوري خلص. طب ما طب ايه العجله؟ انت مشيت في المسار وبدات تتفعل صحيح خد وقتك. ودي حاجه كويسه جدا بصراحه هو خد التجربه دي بامانه خلاص والتلات عربيات وكل اللي سمعناه ده دي حاجه بجد او الاربع عربيات اربع عربيات ما واحده ستبني مثلا واحده تعطل في السكه ولا حاجه فالاربع عربيات وكل الخطوات اللي فاعله على الارض نحيي بس خد وقتك ما تسلقهاش عشان ما يبقاش ليها تداعيات وخيمه لما تيجي نقول معلش اصل احنا استعجلنا عليهم. طب ما كان معاك الفرصه طب ما تاخد وقتك من الاول. الحاجه الثانيه اللي قلقاني حته زي بتاعه مباراه الاهلي وانبي دي هي القصه هتطبق على الجميع بمعيار واحد ولا لا؟ طيب السؤال الثاني انت بتشوف بعض الحكام بيبقى لهم شخصيه حتى بيرجع للفيديو يشوفه ويصر على قراره حصلت حتى في مباراه شهيره للاهلي والترجي وحصلت في كاس العالم وحصلت في حتت كتير بالزبط. وفي الدوري الاوروبي وفي كل الكلام ده. طيب النهارده ماذا لو ان كان في خطا والحكم اصر على قراره؟ هذه جزئيه ثانيه. طب ماذا لو ان حكم الفيديو عمل استرس على لقطه معينه لصالح نادي معين ضرب الجزاء هدف احتسابه تسلل او بتاع فراحوا شككوا الحكم ده فالحكم اللي كان احتسب هذا القرار رجع عن قراره. دول الثلاث نقط التسرع العنصر البشري اللي موجود واللي ممكن يخضع فيه الهوى مش هنقول التعمد ولكن يخضع فيه الهوى. انا شايفها ازاي انا شايفها كحكم فانا بدافع عن قراري بقول لا هي مش ضربه جزاء او هي جون مش اوفسايد او 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 ما شابه ذلك. في نفس الوقت اللي ممكن حكم الفيديو نفسه اللي قاعد فوق ده وقاعد في العربيه يعمل استرس على لقطه معينه يغير تفكير او عقيده الحكم. انت معايا في القصه؟ تمام. الثلاث نقط دول هو اللي مخلاني مش متفائل من تطبيق تقنيه مع اني انا متحمس ان يكون الدوري المصري زيه زي اي دوري من دوريات اوروبا. طيب انا هدعوك للتفاؤل وقدر الامكان نحاول بس نتغاضى عن الرقم 2 ورقم 3 لغايه لما تتطبق ونشوف بشكل رسمي وبشكل عمل عشان ما نسبقش الاحداث. لكن رقم 1 كلنا بنتفق عليها لان في قوانين وفي مواعيد رسميه معروفه للكل اللي بيقرا البروتوكول يعني بتاع يعني يعني هتبقى عندنا تجربه نص سوا ما فهمني عشان انا معاك بس عشان اتفهم معاك. طيب رقم 2 ورقم 3 مش هنسبق الاحداث لما تتطبق ونشوف بقى على ارض الواقع بتطبق ازاي ساعتها نبقى يعني نقبلها ممكن لا بالعكس ممكن بجد يطبقوها بشكل كويس ويبقى ما فيش 40 يوم لا لا مش بتكلم على 40 يوم بتكلم على رقم 2 و3 اللي هو قصه الاهواء او قصه الكلام ده كله. انا واثق مليون في المية ان بعد ما ياخدوا الرخصه الحكام عندنا في مصر يعني بجد حتى لو في اخطاء تحكيميه لا الكل بيراعي العداله بشكل كبير جدا في المباريات. انا بثق في الحكام في الدوري المصري او الحكام المصريين سواء داخل مصر او حتى في ماتشات افريقيا الكل بيشيد في الجزئيه دي بالنسبه للحكم المصري. لكن هي الجزئيه اللي رقم 1 اللي انا متمسك بيها
وده بناء بقى على انا مختلف معاك في الراي بس ماشي اللي ده بناء بقى على البروتوكول ده بروتوكول التقنيه الفيديو اللي هو تقنيه الفار ان انا الاي فاب المسؤول عن تنفيذ التقنيه في اي اتحاد قاري او اي اتحاد محلي بيديك مده زمنيه من 3 شهور ل 12 شهر انا اعمل كورس مكثف ليه واقول لا انا اعمل برنامج مصري والاي فاب لو لقى البرنامج ده نجح هياخد التطبيق المدرسة المصري مدرسه صباحيه ومدرسه مسائيه والله اتقال كده من الكابتن وليد العطار يعني حفله ما بعد منتصف الليل فانا ليه اعمل كورس في 40 يوم واتسرع مثلا ليه طب اخد التجربه على الاقل لحد الادنى 3 شهور واطبق من السيزون الجديد وفي النهايه الكريديت ليك ما انت اللي اشتغلت وانت اللي خدت الاجراءات يعني حتى لو اللجنه دي مشيت ولسه التطبيق ما تمش ربما ده انت بتحط برضو ايدك على حاجه مهمه يمكن محدش يحسب لهم ان هم هو الفكره ان هو طبق التقنيه وهو موجود ربما حته التسرع مش سرعه التسرع لان لو هم سرعه كان من بدايه الانطلاق المسابقه شهر 9 اللي فات او 8 لو هي القصه سرعه بالظبط انما التسرع دلوقتي في سلق الامور كده هو ده اللي مخليني اشعر بالريبه الشديده كمان لان البروتوكول انا بعتمد بشكل رسمي على المواعيد والحاجات الرسميه اللي الاتحاد الدولي كاتب الكلام ده على موقعه الرسمي مظبوط مش كلام من عندي من 3 شهور ل 12 شهر من 3 شهور ل 12 شهر المغرب جنبينا مش مسافه بعيده شغالين فيها من شهر 7 اللي فات بقى لهم 5 شهور عملوا ولسه ما خلصوش ولا خلاص خدوا الرخصه يعني في نصف نهائي الكاس يعني في 5 شهور خدوا 5 شهور قعدوا 5 شهور لغايه لما خدوا الرخصه وطبقوها اوف لاين في نصف نهائي الكاس كاس العرش في المغرب وهيطبقوها رسمي بدايه من الدور الثاني الشهر الجاي ده خلاص خدوا قرار رسمي وهتطبق بدايه من اول يمكن قدرات حكامنا تجيب في 40 يوم يا محمد احتمال يعني ممكن الايفاب ياخد او جهاز المدرسه الليليه يكون هي ليها مفعول السحر كابتن وليد العطار قال جزء مهم او قال لك الايفاب لو لقى البرنامج المصري نجح هياخدوه يطبقوه عنده يبقى كل 40 يوم كل 40 يوم يعني هم قايلين 3 شهور احنا بنعمله 40 يوم ده كده سيدي هيا مش فيديو طيب فكره تطبيق التقنيه في الدوري البعض بيوصفها ان هي بشكل عام بقى دون الدخول في التفاصيل بتاعتها البعض بيصفها ان هي هتكون عادله بنسبه كبيره جدا والبعض بيصفها ان هي مش هتكون عادله وفي نفس الوقت في اخلال مبدا تكافؤ الفرص لان ما اتطبقتش في الدور الاول هو ده برضو نفس اللي ناضل من اجله الاهلي رغم ان الاهلي اول من طالب بتطبيق التقنيه انت بديت المسابقه ازاي انهيها ازاي نفس البدايه هو لازم تبقى نفس النهايه برغم كلنا بنتمنى انما انت في شهر يناير اهو الموسم هيخلص في 6 الخمس شهور اللي دولة شقيقة مثل المغرب تعرضت لها طب ما بتخلص 5 واعلن خلاص ان انا بقى عندي رخصة حكام فار يطلعوا 50 يطلعوا 60 يطلعوا 70 زي ما يطلعوا تجربة مكتملة حتى نهايتها ثم طبقها من الدوري الجاي يعني 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 ايه الداعي ما الداعي يا لويزا ان انت تصر على ان انت تطبق في 40 يوم وهل بعد 40 يوم هيبقى الدور التاني جه ولا لا هو بالحسبة الرقمية 40 يوم بنتكلم في أول مارس أول مارس هيكون الدور الثاني بدأ بقاله قد إيه؟ لا هيكون في بدايته لأن لسه الدور الثاني ما اتحطش مواعيده يعني هم يكونوا رابطين الدور الثاني بالرخصة بتاعت الفار؟ ممكن؟ يعني أنا بسأل سؤال والله ما عندي معلومة أنا بسأل ممكن الدور الثاني بياخد الرخصة؟ يعني لا ما أعتقدش لا مش أما المدرسة تخلص لا مش للدرجة دي والله ما هو لو المنطق إن هو ينفذ وعده في إنه طيب لو اتلعب من الدور الثاني اسبوع ولا اتنين ايه العمل بقى هنبدا ازاي يعني بقى ماتشين من الدور الثاني واللي باقي 15 ماتش يبقى هي الفكره ما اقولش توقيت الا لما اخد الرخصه صحيح صح كده صح كده يبقى ده ختام الموضوع عشان موضوع التقنيه ما يبقاش فيه تفاصيل اكتر من كده ما اعلنش توقيت لتطبيق التقنيه غير لما يكون في ايدي رخصه الاتحاد الدولي لان انا سمعت الكابتن عصام عبد الفتاح هو ده كان الاسلم ان انا بقى عندي العدد الكافي من حكام الفيديو معاهم رخصتهم يلا خلاص انا جاهز بقى انا كده مؤهل بالزبط. ادواتي معايا اجهزتي معايا على الوسائل المساعده واللوجستيه موجوده اللي هي العربيات وما شابه كل ده موجود خلاص انا جاهز انا ريدي خلاص اطبق بقى من الموسم اللي جاي عشان ما تتكررش نفس اللقطه بتاعت محمد الحنفي لما جه بص على الاعاده ولقى المخرج جايبه وهو بيتفرج على التلفزيون مظبوط عشان ما يبقاش بس عندنا ده التلفزيون الثاني اللي كان معمول ده اللي كان موجود في ملعب الداخليه تلي بصر ده الابيض والاسود ده طيب الدوري السنه دي شكل المنافسه فيه وشكل المباريات فيه يعني طبعا قبل ما ندخل كان في مباراه كبيره جدا ما بين اسوان والمصري وشهدت 4 لقرات جزاء ترجيحيه وضربات جزاء قصدي ترجيحيه وهدرت ضربه جزاء منهم والمباراه انتهت 2-2 كانت مباراه مثيره جدا قبل ما ادخل مع حضرتك كان بيراميدز بيلعب الاتحاد السكندري في مباراه في استاد الماكس مباراه حاليا 1-1
وقبل ما نبدا الحلقه كان بيراميدز متقدم بهدف مقدم، كان حصل عليه اعتراضات كتير، حصل اعتراضات على اللعبه والهدف اللي على ان حصل حاجه مع الحارس مع عماد السيد حارس الاتحاد. مظبوط. المباريات فيها تنافس وفيها اهداف وفيها فرص. شايف الدوري السنه دي ازاي؟ يعني الدوري ضعيف بقى برضو، ما هم بيقولوا كده. هو بيحاول يصدر لك كده، صدقني ان ان ده المباراه انتهت 1-1 بيراميدز والاتحاد طبعا كويس الاهلي الاتحاد السكندري الرومنتادا اللي عملها، لان بيراميدز وهو مسجل هدف وهو متقدم بالتاكيد ان هو بيكون من الشراسه ان هو الفريق اللي قدامه ان هو يدرك التعادل او يحقق عليه الفوز. فطبعا برافو شابوه للاتحاد السكندري، مواصله للعروض الجيده جدا وبيحافظ على مكانه في المركز الرابع وده مركز جيد جدا بالنسبه للاتحاد. لم يحدث منذ سنوات طويله ان تكون بدايته كده ومواصل حتى الاسبوع ال 13 في الدوري في المركز الرابع، لان فوز بيراميدز كان هيقتنص من الاتحاد المركز الرابع. اكيد كان هيقفز هو للمركز الرابع بالظبط. كان هيقترس من الاتحاد الرابع والاتحاد يتراجع للمركز الخامس. يعني نتائج بيراميدز في المجمل العام السنه دي مخيبه للامال، يعني بالنسبه محليا لكن ما هو خلي بالك الكونفدراليه دي يعني ما مش قويه، مش بنفس قوه دوري الابطال طبعا. اوكي. بس البعض كان وصفها ان هي اقوى من دوري الابطال او بنفس القوه، يعني ده لما خدوا الكاس بتاعها ده بعض الناس يعني. انما هي في النهايه بطوله اشبه ببطوله مراكز الشباب، يعني عشان بس نكون منصفين، او بطوله افريقيه لاصحاب الظل والمركز الثاني والمركز الثالث. تمام. لكن محليا السنه دي انت شايف ان الدوري لا، النتائج فيه رايحه وجايه، في فريق النهارده ممكن يكسب، بكره ممكن يتعادل او يخسر، المراكز متارجحه. لان كمان لو بتكلم في أنا ترتيب انا انا بس يعني الموسم اللي فات كانت المنافسه متبلوره بين ناديين حتى بدايات انتقالات يناير والدور الثاني، ثم امتدت الى النادي الثالث اللي هو النادي الاهلي، واستطاع في النهايه ان هو اللي ياخد بطوله الدوري. عشان ما بصوش في الجدول بس وشافوا الاهلي متاجل لكم ماتش، عشان ما بصوش في الجدول بس، لا كده عشان ما يعرفوش الاهلي. القصه السنه دي احنا بتتكلم في المنافسه بادئه حتى الاسبوع ال 13، هتلاقي المنافسه فيها الاهلي وفيها المقاولين وفيها الزمالك وفيها الاتحاد السكندري وفيها بيراميدز. انت بتتكلم منافسه خماسيه، مش والمقاولين العرب، المقاولين العرب اللي نسيناه. يعني بتتكلم الى 6 انديه. يبقى ده دوري تطور عن الموسم اللي فات ولا اضعف من الموسم اللي فات؟ انا شايفه متطور وفي مستويات اقوى، وجاي له الفيديو اهو كمان، يعني وجاي الفار كمان. جاي الفار. ال 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 بكل المقاييس وبكل الحسابات الفنية دوري السنة دي أقوى من دوري الموسم اللي فات، ولا لازم يكون الأهلي بعيد عن الصورة عشان يبقى الدوري قوي؟ وصلت. طيب لما تبص على موسم 2004-2005 وهو الموسم التأهيلي، ثم موسم 2005-2006 وما تلاها من مواسم، حينما كان الأهلي يغرد منفردا، كان منتخب مصر يحقق البطولات وافضل النتائج وافضل العروض، وهو معتمد على قوام معظمه 70 او 75% منه من النادي الاهلي، حينما يكون الاهلي في حاله غير جيده ينعكس ذلك على المنتخب فلا يحقق اي نتائج. هكذا علمنا التاريخ. بالظبط. 2005 2006 الاهلي كان فايز الدوري بفرق حوالي 30 نقطه. 31 نقطه. 31 نقطه. 31 نقطه في 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 في, في الختام. وان شاء الله تتكرر تاني يعني، وثالث وعاشر يعني. ال 31 نقطه دي كانوا بيقولوا الدوري ضعيف. ارجع بس للذين لا يشجعون النادي الاهلي، كانوا بيقولوا برضه الدوري ضعيف، اصل الفرق في المنافسه واحده. والاهلي فاز ببطوله افريقيا والمنتخب فاز بكاس الامم. الاهلي يفوز بدوري الابطال اربع مرات، حتى اعتقد موسم 5 و6 و8. هو وصل فاينل 4 مرات متتاليه، خسر منه مباراه النجم. مظبوط. 4 مرات خسر مباراه النجم اللي في القاهره. انما حقق 3 بطولات. في المقابل هنلاقي ان المنتخب حقق 3 بطولات، كاس 6 و8 و10. بالظبط. خلاص. ثم يواصل الاهلي، ولولا احداث الثوره والقصه دي لكان مردوده على المنتخب مستمر حتى هذه اللحظه يعني. طيب فكره ان تاثير الدوري المحلي على البطولات الافريقيه، لو الدوري قوي هتلاقي الفرق المصريه في البطوله الافريقيه قويه. طب انا هتذكر مثال 2012 و2013، السنه دي ما 2012 ما كانش فيه دوري والاهلي فاز ببطوله افريقيا في احلك الظروف.
بالظبط في احلك الظروف كانتش بتلعب، ما كنتش بتلعب اي مباريات رسميه. لا يا فندم 11 12 كمان 11 12 خلينا قبل 12 13 ده 11 12 ده كان عقاب اللي هي موسم 12 بالنسبه لافريقيا موسم 12 موسم 12 قبل بقى ما تبقى مواسم متداخله بالظبط. في عام 2012 انت ما كانش في دوري في مصر خالص بعد احداث مذبحه بورسعيد، ها ومع ذلك الاهلي يحقق البطوله ثم ينافس على البطوله في عز ما موجود ثوره وعدم وجود حاله امنيه مستقره وكل الكلام ده وعدم وجود مسابقه، ها ويحصل ثم في الموسم الذي يليه في 14 بيحصل على الكونفدراليه. الدوري كان فيه مجموعتين، الدوري كان فيه مجموعتين بالظبط. اذا المباريات المحليه او الدوري المحلي مش مقياس للبطوله الافريقيه. عندنا مثال توضيحي، الاسماعيلي حصل على بطوله كاس افريقيا ولا يكن هناك اي نشاط كروي في مصر لما فاز على الانجبري اللي هو مازيمبي، اللي هو مازيمبي حاليا. المقاولون العرب يحصل على ثلاثه كؤوس افريقيه وهو لم يكن مستواه في الدوري اقصى مدى حققه كان المركز الثالث او الرابع او الخامس، هو حقق بطوله الدوري صحيح بس ما شاركش في دوري الابطال وقتها لو تفتكر اللي هي موسم اعتقد 83 حقق المقاولين بطوله الدوري ومع ذلك ما شاركش في بطوله الدوري، لكن شارك في بطوله الكاس كوصيف للبديل للنادي الاهلي واستطاع ان يحقق الكؤوس دي وهو مراكزه متاخره جدا في الدوري، في جدول الدوري لو تتذكر يعني. فدي حصلت برضو. بيراميدز ممكن يكون مسيرته في الدوري مش كويسه، وبنرى المصري برضو المصري عنده فرص كبيره جدا في التاهل برضو لدوري المجموعات، يعني ما زال يمتلك فرصه في التاهل لدوري المجموعات. طبعا يكسب مباراه يتاهل خلاص، يكسب مباراه من المباراتين المتبقيتين ويتاهل. بطل نيجيريا وبطل موريتانيا تعادلوا في المباراتين مع بعض ففرصهم اصبحت ضعيفه، اعتقد 3 نقط و3 نقط مش كده؟ لا 2 ونقطتين ونقطتين، نقطتين ونقطتين. يبقى انت المصري 6 لا كده يبقى المصري تاهل. لا هم اعتقد 3 و3، اعتقد 3 و3، 2 و2 لان بيراميدز كسب الاربع ماتشات، المصري كسب ماتشين وخسر ماتشين، بطل موريتانيا وبطل نيجيريا في مواجهتهم مع بعض تعادلوا. اذا 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 زي ما حضرتك بتقول تعادل في النهايه ويتاهل. اعتقد لا فوز كده لو 2 من 6 يبقى 8، يبقى محتاج فوز يوصله لنقطه 9 نقطه 9. اذا ان الفرق المصريه الاربعه بشكل عام طب ما الزمالك الثالث وكان منذ قليل الخامس والسادس في بطوله الدوري ومع ذلك مسيرته كويسه، محافظ على المركز الثاني في بعد مازيمبي في دوري المجموعات، وعنده مباراه مع مازيمبي فاصله، لو كسب اكتر من 3 ممكن يكون اول المجموعه. مين لو الزمالك كسب مازيمبي اكتر من 3 اهداف ممكن يكون اول المجموعه. نتمنى باعتباره فريق مصري بس لا اعتقد ان ده هيحصل يعني. هتبقى انا اعتقد ان ربنا يستر بس في الماتش ده ان ما يبقاش فيه تداعيات تانية على باعتباره ان هو ممثل لمصر يعني. اكيد اكيد لان مازيمبي كمان فريق عامل نتائج جيده جدا في هذه البطوله. انا اعتقد ان المنافس الاول للاهلي في دوري الابطال مين بقى؟ مازيمبي ولا سان داونز ولا الترجي ولا الوداد؟ اعتقد مازيمبي. سان داونز برضه مجموعته مش بنفس القوه بتاعت مش بنفس يعني اسف عفوا عروضه مش بنفس القوه بتاعت مازيمبي. مازيمبي على ملعبه فظيع فظيع، يحتاج الى 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 فريق من عيار ثقيل قد كي يقصيه عن. طيب الترجي الوداد الترجي مش الترجي بتاع السنه اللي فاتت برغم فوزه الاخير على النجم الساحلي في الدوري التونسي. الوداد بعيد مش هو لسه مغير الجهاز الفني كمان اقل يعني الجهاز الفني بعد ما تعين من 4 شهور، والرجاء اعتقد برضو حصل تغييرات في حصل في تغييرات في الجهاز الفني يعني كل ده بيشهد حاله من عدم الاستقرار. اعتقد ان مازيمبي وسان داونز والاهلي ربما الترجي الاربعه دول هم اقوى المرشحين ما لم يستطع يعني القرعه تجعل صدامات مبكره حسب التصنيف او ترتيب المجموعات. اذا دكتور ابراهيم داوود شايف ان اقرب المنافسين او اقوى منافس للاهلي في البطوله الافريقيه هو فريق مازيمبي الكونغولي، وده بقى هنشوف الادوار النهائيه ترتيب الفرق لان كمان في قرعه يوم 9/2. بس اتمنى ان الزمالك يكسب اكتر بالثلاثه ان شاء الله حتى يتصدر المجموعه عشان ما يبقاش في مواجهات، لان الزمالك لو طلع ثاني والاهلي طلع اول ممكن يصدموا في مرحلة دور الثمانية، ده ساعتها هتبقى مباراة السوبر يوم 20/2. على فكرة دي حاجة بتخلي جمهور الأهلي بيتفائل يعني. مباراة الدوري 24/2 إذا أقيمت في نفس الميعاد. دور الثمانية 28/2 8/3. ما إذا أقيمت في نفس الميعاد بقى. مباراة يوم 20 دي هتقام في ميعادها. خلاص ده رسمي. ده رسمي. تم التوقيع العقود وخلاص مباراة السوبر في ميعادها. وجوائز وقول زي ما أنت عاوز تقول. مباراة 24 بالتأكيد إن مباراة 20 هيبقى لها مش بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي، انا بتكلم بشكل عام يعني ربما بالنسبه للمنافس، تداعيات مباراه 20 ربما تجعل ضغوط ومارس يتاجل الماتش ده
بتاع يوم 24. انا اتوقع ده وانا متفائل مباراه تلاقي في موعدها. اتمنى باذن الله. طيب اذا اصطدموا في دور الثمانيه هنبقى على اعتاب فعلا اربع مباريات قمه في ظرف اسبوعين؟ حصلت في موسم واتقابلوا خمس مرات في موسم واحد. في موسم بقى بس في موسم واحد انا بتكلم في فتره زمنيه حوالي 15 يوم. لا ما حصلتش. انا اعتقد ان حصلت ثلاث ماتشات كانت اثنين في افريقيا وماتش في الدوري اللي هو موسم 2005 لما لعبنا في السيمي فاينال دوري ابطال افريقيا. ماتشين كان في استاد الكليه الحربيه وكسبناهم رايح جاي. كان بالظبط كده رايح جاي. كان 2-1 و2-0. مظبوط. هل ده ممكن بيؤثر على قيمه المباريات لما مباريات القمه بتتلعب في توقيتات زمنيه قريبه جدا؟ على فكره ليها مردود ايجابي جدا. ايجابي ولا سلبي؟ لا إيجابي. كل ما بتبعد الفترات كل ما بتخلي الشد اكتر والضغوط، انما لما بتعتاد على اللعب والتكرار ده بيخفف من الوطء كثيرا. وبعدين بيعلي نسب المشاهده. الحاجه الثالثه هي المشكله بس في الايه، في اللي بيعيط يعني من او بيتضايق او بيبقى مردود النتائج السلبيه عليه، هي دي بس اللي بتفرق بين في مباراه القمه يعني. طب فنيا لو بترصد لها كده تقارير فنيه وانت بتعمل استعدادات للمباراه نفسها، بتهتم بكتابة التقرير قبل اي مباراه بناء على النتيجه الاولانيه ولا ممكن ترى ان في مفاجات في المباراه؟ التاريخ علمنا ان مفيش احكام مسبقه. تمام. لكن في ثقه. في فرق بين الثقه وفي فرق بين الحكم. انا الثقه بتكون مدعاه للتفاؤل، انما الحكم قد يكون الاحكام المسبقه دائما تاتي بنتائج عكسيه. بالنسبه لتاريخ لقاءات الاهلي والزمالك عموما مش دائما ان النتائج الترتيب في المسابقه او الموقف في المسابقه او الجاهزيه هي الحكم او المعيار. كثيرا ما كان الزمالك متفوقا فنيا قبل مباراه قمه واستطاع الاهلي بالروح ان هو يحقق فوز وفوز عريض. من كان يصدق ان الاهلي يحقق على الزمالك فوزا تاريخيا بسته اهداف مقابل هدف، وهو كان كل الحسابات قبل المباراه تشير الى ان الزمالك هو الفائز لا محاله يعني. وخد من ده، احيانا بتعرض قناه الاهلي الكره الجميله بتاعه كابتن محمود الخطيب لحمدي جمعه، الكابتن حمدي جمعه اللي سجلها في قبل المباراه دي. كان الزمالك متفوق ومكتسح ومتصدر بطوله الدوري، كان كل الترشيحات بتصب في صالح الزمالك، ومع ذلك فاز الاهلي بالمباراه. كابتن زكريا ناصف والجون العظيم في عادل المأمور في اخر دقيقه من المباراه، كان كل الترشيحات بتصب في الزمالك. فهي مش هي المعيار ولا هي المقياس. طيب في جزئيه ثانيه متعلقه، لكن في ثقه تمام. لكن ثقه محفوفه برضو بالتوازن قبل مباراة القمة عشان ما تبقاش في ثقة زيادة. في فرق بين ما انا قلت لحضرتك، في فرق بين الأحكام المسبقة. أيوة. فرق بين الثقة اللي هي مدعاة للتفاؤل. مدعاة للتفاؤل، يبقى إذا الثقة مدعاة للتفاؤل. أكيد. طيب أوكي. طيب الجزئية الثانية متعلقة بقى بمباراة السوبر في الإمارات. بترجعنا للزمن الجميل، بترجعنا لمباريات القمة اللي كان فيها حضور جماهيري كبير وكرنفالات. وملعب الجزيرة الإماراتي أنا حضرت فيه مباراة السوبر أهلي وزمالك، وحضرت أيضا كمان في ملعب هزاع. نسبة حضور الجماهير في الفرقتين بتبقى زياده للاهلي حوالي 60-70%. هل تتوقع المباراه القادمه هيكون فيها حضور جماهيري كبير للطرفين ولا هتبقى النسبه متساويه؟ والكرنفال كمان في ملعب الجزيره، ملعب محمد بن زايد في الامارات، شايف المباراه هتبقى ازاي؟ طبعا هو بيتدخل في دي عناصر كتير، اذا كانت التذاكر المخصصه لكل نادي على حده هل هي الزسين بتبقى بالتساوي. بتبقى بالتساوي، لكن العدد الاغلبيه هتبقى هو دايما بتلاقي الاهلي بيكتسح النسبه بتاعته وبيخش على النسب المنافسين. الاهلي بشعبيته في الامارات، هو بشعبيته في السعوديه، هو بشعبيته في مصر، هو بشعبيته في افريقيا كلها، هو بشعبيته في اي مكان. شعبيه كبيره والله يا دكتور ابراهيم، انا شفتها بقى بعيني يعني. انا طول السنين اللي فاتت اسمع ان شعبيه في الخليج مختلفه. انا متذكر ماتش السوبر 3-2 كان في جماهير من الاهلي قاعده وسط جماهير الزمالك. يعني حتى كانت مقيده في الحركه شويه، لكن كانت موجوده عشان خاطر تحضر اللقاء وتشجع فريقها او تشوف فريقها هو بيفوز بحق انتصار. فبالتالي يعني الكرنفال ده هيبقى فيه، هيرجعنا تمام لزمن المباريات الكبيره بين الاهلي والزمالك اللي كانت بتلعب في الامارات وفيها نسبه اهداف عاليه ممكن توصل ركلات جزاء. انت فتحت برضو باب، لان كمان اخر مباراه اللي كان يمنع ان ماتش 24 يتلعب في الامارات برضو، ده سؤال يعني. مباراه الدوري ايه اللي يمنع؟ استاذ عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي تصريحه هو قال كده، قال اللائحه ما تسمحش بده نلعب مباراه في الدوري خارج مصر. يعني في حظر هو قال كده. بص الاصل في كل الاشياء الاتاحه،
او الاباحه. خلاص، ما لم يكن هناك نص صريح بيقول ان انت يحظر اقامه مباراه خارج حدود جمهوريه مصر العربيه، اعتقد ان ما فيش ما يمنع ان تقام هذه المباراه. اولا راحه للفرقتين، الاستمرار على ان هما الاثنين في اتموسفير واحد في جهوزيه فنيه، الفاصل ما بين المباراتين مش كبير، فبالتاكيد ان ليه ما يفكروش في ان يلعبوا ماتش زي ده في الامارات، خصوصا ان في مباريات في كاس ايطاليا وفي مباراه في الدوري الاسباني. السوبر الاسباني الدوره الرباعيه، انت بتتكلم في التسويق وبتتكلم في حقوق. هو ده ماتش الاهلي ولا الزمالك؟ دي مباراه الاهلي. مباراه الاهلي. يعني اعتقد ان هيكون العادي التسويق منها بالنسبه للنادي الاهلي اكبر كتير جدا من لعبها بعدد محدد من الجماهير. هننتظر ونرى، لكن بشكل عام كل التوفيق يا رب في المحطات الجايه للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي وكل الامنيات الطيبه ان سنه 2020 تكون عام البطولات للنادي الاهلي، المجد للاهلي والجمهور الاهلي والاعضاء الاهلي. وكل التوفيق لك يا دكتور ابراهيم، شرفتنا ونورتنا وسعيد بالحوار معاك، حوار جريء لكن بالتاكيد بتحط ايدك على مواقف وقرارات مهم جدا الاعلام يهتم بيها عشان الجمهور يبقى عارف الرساله وعارف المعلومه الحقيقيه. انا سعيد بيك جدا يا محمد جداً. واتمنى اللقاء بيك دايما ان شاء أكيد الله. اكيد شكرا جدا دكتور ابراهيم، لقاء كان مهم جدا ومثمر جدا مع دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب، وحديث حول القرارات التي تتخذ خلال الفترات الاخيره فيما يتعلق بتطبيق تقنيه الفي ار خلال الفتره القادمه، موضوع الايفاب، حد الادنى لتطبيق التقنيه، مصر ليها تجربه جديده بالنسبه للجنه الحكام واللجنه المؤقته 40 يوم، هنشوف الفتره الجايه هل هيقدروا في المده الزمنيه دي ياخدوا الرخصه بشكل رسمي من الايفاب والاتحاد الدولي، ده برضه هنتابعه الفتره الجايه. نتقابل بعد ال40. نتقابل بعد ال40 ان شاء الله. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.